الاهلي يفوز وبيراميدز ايضا، والضغط على الزمالك في القمه مستمر. النهارده الاهلي كسب المقصه وخد 3 نقط يحافظوا على بقائه في المنافسه على الدوري، ده الاهلي، بس لسه الرضا على اداء الفريق مش موجود عند جماهير النادي الاهلي، فوز قليل على متزايل الدوري وباداء في كثير من الاخطاء الفرديه. اما بيراميدز فبتشكيله فيها عمق وكثره لاعبين جاهزين قدر يكسب البنك الاهلي، صحيح بصعوبه لكن باداء هجومي جيد. والدوري كل يوم بيحلو والمنافسه بتكبر واحنا الكسبانين. يا اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من رقم 10. النهارده الاهلي قدر يكسب مصر المقاصه بهدف دون رد، ونفس النتيجه كسب بيها بيراميدز البنك الاهلي. تعال نبدا ونتكلم من حيث انتهينا اليوم. الاهلي فاز على مصر المقاصه بهدف دون رد. مبدئيا كده الفوز مهم، فوز بهدف لاليو ديانج في الدقيقه 23 هو فوز مهم، فوز باسيست من احمد عبد القادر، فوز كان مهم للنادي الاهلي في الظروف اللي بيعيش فيها النادي الاهلي. بس في كلام كتير يتقال، يتقال على الأداء، يتقال على الرغبة، يتقال على الأداء الفردي والجماعي والخططي، يتقال. جماهير النادي الأهلي مؤكد مش راضي عن أداء الأهلي النهاردة. طيب ما هو يا سيدي فوز مهم وانت بتنافس على الدوري. يقول لك لا، ما هو الفوز على مين؟ على مصر المقاصة اللي هو متزايل ترتيب جدول الدوري مع كامل الاحترام ليه. وبالمناسبة قبل ما اتكلم كتير على الأهلي، ما احنا لازم الاول ندي للفريق اللي كافح وادى واجتهد النهارده حقه. ما هو مصر المقاصه برضه ما يتعاملش مع انه ما كانش موجود خالص، لا، الفريق دفاعيا حاول يمسك نفسه، الفريق هجوميا هدد الاهلي، الفريق لعب مباراه ملهاش علاقه بارقامه في الدوري السنه دي. لعب مباراه فيها رجوله، فيها روح، ركز معايا، فيها روح. فالنهارده عمل مباراه محترمه قدام الاهلي. فيشكر مصر المقاصة انه قدم لنا مباراة محترمة على حدود امكانياته، على حدود امكانياته. اما الاهلي فبصراحة شديدة في كذا علامة استفهام. اول علامة استفهام بالنسبة لي بدلاء النادي الاهلي اللي ما كانوش بيشاركوا في فترات ماضية بشكل كبير. انا بصراحة لو بديل في النادي الاهلي وخدت فرصة هنزل اكل النجيلة، هاكلها. بدلاء النادي الاهلي لا، ما احنا كنا كلنا بالنادي نقول هو محمود وحيد ما بياخدش ليه مع علي معلول؟ ما لازم يريح علي معلول ومحمود وحيد ياخد. كريم فؤاد لاعب مهم جدا وكان متالق في فرق لعب ليها وكان المفروض ياخد. حسام حسن هو ما بياخدش ليه؟ في لعيبه بقى كتير وعد زي ما انت عايز. احمد عبد القادر بنقول ان موهبه ما ينفعش تخرج من الملعب، موهبة للكرة المصرية مش للأهلي بس. ليه؟ والأسماء اللي بقولها دي ما ينفعش يتقال عليها إن عندها ضغط بدني كبير عشان هي ما بتشاركش كتير. محمود وحيد لدرجة النهاردة إن أنت لاعب المدير الفني بيشاركك بيخليك تشترك عشان يريح اللاعب الأساسي، مش عشان أنت أحسن أو مثلا هو مقتنع إنك هتعمل حاجة. فأنت كمحمود وحيد مثلا، أنا بقول على سبيل المثال، امسك بقى في الفرصة. هو انت مش شاركني عشان تريح اللاعب الاساسي، بس انا مش هطلع من الملعب تاني مثلا. لا، انا عايز اقول لك رقم النهاردة كارثي. ولا عرضية عملها كريم فؤاد ولا عرضية عملها النهاردة محمود وحيد كانت صحيحة. اصلا عرضيات الاهلي النهاردة كلها غير صحيحة باستثناء واحدة في لعبة كده كان بعد ركنية عملها ايمن اشرف، واحدة بالصدفة يعني. أنا هنا لسه هكلمك على أداء تكتيكي وفني في الملعب، بس هكلمك على حاجة رقمية. بستغرب جدا. ما طبعًا الأهلي منهك بدنيًا، طبعًا. بس أنت لما تقول منهك بدنيًا دي تمسك في حمدي فتحي وعمرو السولية اللي خلاص مش هيكمل الموسم مثلًا على سبيل المثال، حتى الشناوي أكثرهم يعني مشاركة بس هو حارس مرمى. صحيح خرج النهاردة مصاب بخبطة يعني، ربنا يشفيه ويحميه. بس باقي اللعيبه ما بتشاركش كتير، ما كانتش بتشارك دوليا اصلا. ليه؟ الاهلي متاثر، عشان برضو يعني ناخد حته من هنا وحته من هنا عشان يبقى كلامنا منطقي
وموضوعي. الأهلي متأثر جدا بغياب ثلاث جناحات مهمين جدا، بيرستاو، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، وضيف عليهم بقى محمد شريف كان ممكن يستخدمه المدرب سواريش كجناح لو احتاج له. فين حسام حسن؟ انا مستني بقى حسام حسن كل مباراه يسجل هدف ولا اتنين ولا ثلاثه عشان يقول انا كنت مظلوم وانا كنت هداف الدوري مع سموحه وما كنتش بلعب مع الاهلي. لا، بقى له اكتر من مباراه بيشارك، فممكن بقى يخش. يعني المباريات اللي فاتت نعذر حسام حسن انه كان بيغيب كتير عن المباريات وما عندوش الحساسيه دي. لا خلاص، خد الحساسيه بتاعت المباريات، يتالق، يبدع. خططيا بقى في رايي ان حصل تحول عند ريكاردو سواريش المدير الفني للاهلي. التحول ده حصل بعد مباراه بيراميدز. الراجل كان بادئ بدايات جيده وفيها ملامح فكر، الضغط العالي، استخلاص الكره السريع، كرات ثابته مميزه، وان كان محافظ على الكرات الثابته المميزه في الاهلي، بقى فيها شويه لعب وفيها شويه امور تكتيكيه جيده. لما خسر مباراه بيراميدز بدا يلعب بالطريقه القديمه بتاعت الاهلي اللي هو علق كرات. النهارده الاهلي عمل 40 لونج باس، كرات طوليه. مصر المقاصه عمل كام واحده؟ 45. يعني زيك زي مصر المقاصه، رغم ان انت المفروض النهارده كاهلي تلعب بثقه اكتر من مصر المقاصه. يعني مصر المقاصه زي بيقولوا كده ايه، بيطفش الكوره من مناطق الدفاعيه عشان ما يبقاش عليه هجمات من النادي الاهلي، وده حقه، ده اداء تكتيكي محترم. يعني احنا اشدنا بمصر المقاصه. لابد ان اكرر ان الاشاده اولا لمصر المقاصه. يعني كل الكلام اللي بقوله على الاهلي انا بقوله عشان الاهلي منافس على الدوري، فانا بتكلم المنافس اللي على الدوري المفروض يبقى شكله عامل ازاي. 40 كره طوليه ليه وانت عندك قفشه في الملعب، وعندك عبد القادر، وعندك حتى الولد محمد فخري لاعب واعد وبيعرف يمسك الكره وبيعرف يلعب على الارض، ليه تلعب كره طوليه؟ واصلا تلعب كره طوليه لمين؟ معظم الكره الطوليه اللي راحت النهارده من الاهلي راحت لاحمد عبد القادر وفخري اللي هم اصلا ما لهمش في العاب الهوائيه. ازاي؟ ففي اخطاء تكتيكيه وفرديه، ده بعيد بقى عن القرارات الخاطئه من بعض اللاعبين في التمرير او في استلام الكوره او الباص، ده حطه على جنب، ده دي افه في الكوره المصريه بشكل عام، مش عند لعيبه الاهلي بس. بس في حاجات بتقعد تحط عليها علامات استفهام. يا سيدي والله صح، الاهلي منهك بدنيا، بس دلوقتي كل الفرق بقت تلعب 3 ايام ورا بعض. الاهلي عشان عنده الموروث بتاع البطولات الافريقيه والمشاركه مع منتخب مصر وخلافه، بس الاهلي لا، عنده مشاكل فنيه. جماهير النادي الاهلي ليه قلقانه النهارده بعد الفوز بثلاث نقاط؟ ان هم حاسين ان المستوى ده هيبقى في مشاكل في اداء الاهلي في مباريات ربما تكون اصعب شويه. اصعب شويه، على فكره الاهلي في مبارياته هو عنده، يعني هو خلص مبارياته الصعبه او على الورق صعبه على الورق، بس هو بالمنظر ده كده كده كل المباريات اللي جايه للاهلي صعبه زي ما هي صعبه على الزمالك وبيراميدز والمتنافسين على الدوري. عموما مره اخرى اشاده كبيره بمصر المقاصه. زي ما قلت لكم، لو نتحدث عن الاهلي فنتحدث عن الفريق اللي بينافس على الصداره، بينافس على الدوري، نتحدث عنه كثيرا، بس ابدا لا نخفي الحق. مصر المقاصه اللي لعب مباراه تكتيكيه محترمه جدا النهارده دفاعيا وحتى هجوميا، هدد مرمى الاهلي حتى اللحظه الاخيره، وكان ممكن على الاقل يخرج بنقطه التعادل. معايا عبر الهاتف الكابتن عيد مرزي المدير الفني لفريق مصر المقاصه. يا فندم صباح الخير، مشرف ومنور، بهنيك على الاداء النهارده سواء على المستوى الخطي او على مستوى اللاعبين بصراحه رغم الخساره من الاهلي. اول حاجه انا بشكر حضرتك لكلامك كابتن كريم، طبعا حاجه نعتز بيها، وحضرتك بتتكلم عن مقاصة بشكل كويس، فبنشكر حضرتك على كلامك الجميل. يعني انا بشكرك ليه يا فندم؟ عشان انا عارف في الظروف اللي فيها مصر المقاصة، وعارف انه في فرق اكيد في الامكانيات بين مصر المقاصة والنادي الاهلي، ورغم كده انت النهارده لعبت مباراه محترمه جدا بحدود الامكانيات ديت، وكنت ممكن تحرج الاهلي وتتعادل معاه على الاقل. اكيد طبعا احنا بنلعب نادي الاهلي نادي كبير او نادي الزمالك، طبعا احنا قعدنا نتكلم مع اللعيبه في المباراه. ماتش الاهلي ليه حسابات خاصه، اول حاجه طبعا لازم ينسوا ان احنا في المركز الاخير، احنا نادي المقاصه، نادي كان كبير، كان حاصل على المركز الثاني قبل كده، لعب قبل كده افريقيا، وقعدنا نتكلم مع اللعيبه نحفزها معنويا، معانا لعيبه صغيره بنحاول ندخلها بشكل كويس، حاجات كتيره كانت ممكن تتم في المرحله اللي احنا بنشتغل عليها كابتن كريم، ان احنا النهارده يبقى احنا استفدنا استفاده كبيره جدا من بعض اللعيبه الصغيره، لو احنا حتى ما فتحناش في المباراه يبقى ادائنا كويس وشكلنا كويس، اللعيبه الصغيره بقى دخلت الجيم بشكل كويس، يبقى احنا كسبنا كمان لعيبه، فدي برضو حاجات برضو من التفاصيل اللي احنا دايما بنشتغل عليها.
صحيح. النهارده كنت قريب جدا بعد هدف النادي الاهلي تحديدا في الشوط الثاني انك تسجل هدف التعادل، وكان واضح من تغييراتك كمان انك حاولت تشتغل فنيا وتكتيكيا وتغير طريقه اللعب عشان تزود المهاجمين، وشفتك في اللحظات الاخيره حتى بتضغط عالي كتير على النادي الاهلي. اكيد احنا بدانا من البدايه طبعا، وانا كلمت اللعيبه، مش انا بقول لك كلام انشا ولا انا كلمت اللعيبه، وحضرتك طبعا اعلامي كبير وعارف انا لو استنيت النادي الاهلي في نص ملعبي هخسر. صح. فانا اشتغلت ان اللعيبه ان احنا لازم نضغط من اول دقيقه، نضغط ضغط عالي، وبعد كده الضغط المتوسط. الضغط العالي طبعا بيبقى على فترات، لكن الضغط المتوسط بيبقى دايما، يعني من بعد الثلث الثاني بنقدر نقف بشكل كويس، يعني ده مسمى الضغط المتوسط يعني. فاحنا اشتغلنا بالشكل ده بشكل كويس، لعيبه بدات من اول دقيقه، هشام راح بالكره من البدايه، حسسنا النادي الاهلي ان احنا موجودين، اشتغلنا بشكل كويس، واللعيبه ادت اللي عليها. كان في فرصتين ايا كان ان هم يعني اوف سايد، لكن الحمد لله اللعيبه ادت اللي عليها بظل الامكانيات اللي موجوده. لكن انا ليا برضه يعني كابتن محمود ناجي كان لازم يرجع في كورتين للبار، يعني انا ليا ضربه جزاء وليا واحده طرد، يعني في طرد واضح يعني، لكن هو الحمد لله يعني مش عايزين نتكلم على التحكيم. التحكيم في ناس كتير ممكن تحلل الاداء، لان الماتش كبير بيخص انديه كبيره كمان، يعني موضوع الفير بلاي ده هيبقى لازم يبقى موجود. يعني هو هيبقى معانا بعد لحظات الكابتن جهاد جريشه، اسمع رايه برضه في حالات اليوم. يا ريت الكابتن جهاد من الحكام الافاضل اللي هو عنده مصداقيه في كلامه بصراحه. صحيح. طيب كابتن عيد، لما النهارده سواريش المدير الفني للنادي الاهلي بدا يعمل تغييرات من اللعيبه اللي عندهم خبرات زي علي معلول، حمدي فتحي، محمد هاني، حسيت في اللحظه دي انه الاهلي بدا يبقى عنده حرص من مصر المقصف، فكان عندك تحول هجومي اكتر وحبيت تستغل القلق ده؟ اكيد انا اشتغلت طبعا، انا ما فكرتش في ان هو ينزل مين، هو نزل عشان يقلل الحته الهجوميه اللي احنا عاملينها. هو نزل عشان يبقى يتقل على الكوره كتير في الرجل، فابتدى ينزل علي معلول، ابتدى ينزل حمدي فتحي يقف على الكوره النهارده، عشان حضرتك تبقى عارف ان النهارده تغييراته دفاعيه مش هجوميه. النهارده حمدي فتحي ديفندر مدافع، علي معلول باك ليفت، فالنهارده هو مش منزل فيرويد عشان النهارده يقدر يهاجم المقص، لا هو النهارده بينزل عشان يقلل الخطوره شويه. لكن ما كانش عندي مشكله خالص، انا نزلت محمد مسعد برده بشكل كويس وادى اداء كويس. صحيح. النهارده نزلنا ايفري برده فيرويد ادى اداء كويس، الناس اشتغلنا بشكل كويس يعني. صحيح. مصر المقص بقى بشكل عام يا فندم، خلاص كده الامور بالنسبه له صعبه ولا انتوا لسه عندكم امل؟ هو طبعا نتكلم في على الورق لسه الامال موجوده، وطالما في امل حتى لو 1% مفيش مستحيل، لكن الدنيا صعبه، عارفين ان احنا الدنيا صعبه. بنشتغل على السيناريو ده، بنشتغل على السيناريو دوت مع المجلس الاداره. بنشتغل على ان ممكن الظروف ما ساعدناش، ابتدينا فعلا ان احنا نشتغل ان الظروف ما ساعدناش. اتكلمنا مع الحاج وليد هويدي ان النهارده كان احنا بنمر بازمه ماليه، النهارده الراجل قال لك هيوفر ان شاء الله المرحله الجايه الحته الماليه، ان المقصه لو ما حصلش نصيبه هو قاعد في الدوري السنه دي ان شاء الله يرجع للدوري بشكل ان شاء الله يليق بيه الموسم اللي بعد كده ان شاء الله. كابتن عيد مرزيق المدير الفني لفريق مصر المقصه، انا بشكرك شكرا جزيلا، وزي ما قلت لك انا بهنيك على المستوى النهارده، مستوى امام النادي الاهلي رغم الهزيمه بهدف اليو ديانج. غريب الوضع بالنسبه للاداء الفني للاهلي، ولكن ركز بقى في النقطه دي، ولكن المنافسه قائمه، الاهلي ممكن ياخد الدوري في الاخر والاداء يتحسن، الزمالك الان في افضل احواله، ربما يقل ربما يزيد، نفس القصه البيراميدز، المنافسه قائمه. يعني ما تبنيش على اللي حصل النهارده، لو انت مشجع للاهلي اداء الاهلي في المباراه اللي جايه، ممكن تشوف الاهلي قدام القول العرب يوم السبت بيقدم مباراه كبيره ورائعه، ممكن لا، ممكن الزمالك ينزل او يخسر نقط، بيراميدز يخسر نقط او يكسب نقط، كل الامور وارده. المنافسه حلوه، المنافسه بالنسبه لنا كمتابعين حلوه، وزي ما قلت لكم من كام يوم الاهلي هيخسر نقاط، الزمالك هيخسر نقاط، بيراميدز هيخسر نقاط، عشان فرق الدوري كلها دلوقتي ما بقاش فيه فريق تقول الفوز عليه مضمون. هتقعد تبص على الاسماء الفرق وتقول اصل الماتش ده سهل الماتش ده صعب، ده كلام. الفرق كلها بقت عايزه تكسب، والمستويات زي ما بنقول دايما مستوى اللاعبين قريب جدا من بعضه، اللي في الاهلي والزمالك وبيراميدز قريب من الفرق اللي في منتصف الجدول وتحت، قريب، ده الواقع يعني. ده بالنسبة لي مباراة الأهلي ومصر المقصة اليوم، وهدف أليو ديانج كان بأسيست من أحمد عبد القادر.
مباراه بيراميدز، او تعالوا نشوف الاول هدف اليو ديانج وبعد كده نتكلم على بيراميدز تفصيلا. اسيست حلو من احمد عبد القادر وبطن رجل حلو قوي من اليو ديانج على يسار حارس المقصه. هدف المباراه الوحيد. تصورنا انه بعد الهدف ربما المباراه تفتح اكتر والاهلي اداؤه يتحسن ومصر المقصه يفتح لعبه ويهاجم اكتر، بس كل واحد حافظ على امكان. يعني ايه مصر المقصه قال لك لا انا مش هاخد الريسك واخاطر، والاهلي ما قدمش افضل من اللي قدمه في الكام دقيقه دول. وهفضل اقول دايما مع الهدف، مع عاده الهدف يعني، هفضل اقول دايما وهكرر بالنسبه لي ريكاردو سواريش المدير الفني للنادي الاهلي. ريكاردو سواريش مدير فني انضم للنادي الاهلي من خمس ست مباريات. طيب قبل ما نتكلم على بيراميدز بتكلم على سواريش، نخلص وبعد كده نخش على بيراميدز. يعني نرجع بعد الهدف ده. هنرجع تاني لبيراميدز، وقبل ما اروح لبيراميدز اتكلم بس على سواريش شويه. ريكاردو سواريش من المديرين الفنيين اللي اكيد محتاج وقت. في مدربين كده طرق لعبهم التحفيز، الضغط العالي، انك فكره انك تستخلص الكره بشكل سريع، فكره انك تعتمد على الاجنحه بتاعتك، كل ده محتاج تحفيز. هو الراجل اعترف انه مفيش وقت للتحفيز فعلا. انت بتتكلم بكره الاهلي استشفى، بعده تدريبه المباراه، بعدها مباراه، الاهلي ماشي كده فما عندوش مساحه. فحرام جدا الحكم على سواريش، حرام، او على اي مدرب بيعيش نفس الظروف. ممكن يطلع على فكره لو خد ظروف طبيعيه يطلع مدرب مش جيد، بس انا ما اقدرش اقول وهو في ظروف غير طبيعيه انه مدرب جيد او مش جيد. دي ظروف غير طبيعيه، دي ظروف صعبه ما تقدرش تلومه. انا بصراحه لو هلوم اي حد هلوم دايما لاعب النادي الاهلي، انه ده بقى وقتك، ورينا بقى شطارتك، ورينا مهارتك، زي من غير مقارنات. طيب لما حس ان الدوري بيقرب، لا انا هشتغل بطريقه رمضان صبحي. بس ده رمضان صبحي، انا عايز اتكلم كتير قوي عن عبد الله السعيد. كتير قوي كانوا يقولوا عبد الله السعيد اللاعب اللي ملوش بديل في مصر. كتير محللين ومدربين يقول لك عبد الله السعيد ملوش بديل في مصر، وبصيغه جماهيريه ما كانش فيه جماهير بترضى بده. يعني يقول لك لا ازاي، ما انا عندي في فريقي اللعيب الفلاني احسن منه، والفريق الثاني جماهيره تقول لا انا عندي اللعيب الفلاني احسن منه. بس عبد الله السعيد هو يتخطى ال 35 عام 36 عام. اولا بدنيا بيلعب 90 دقيقه واحد، يعني محافظ على نفسه بدنيا. ثانيا متحرك في كل مكان في الملعب. بوظائف اللاعب الرقم 10 هتلاقيه دايما في كل المساحات الفاضيه عشان يستلم الكوره ويبدا ينقل اللعب من اول المنطقه الدفاعيه لحد وسط الملعب لحد الهجوم، هتلاقيه في كل مكان. تمريرات حاسمه، تصويبات حاسمه، تهديف هتلاقيه، كل شيء موجود في عبد الله السعيد. قائد للفريق، قائد للفريق. النهارده شوفوا هو بيوجه اللاعبين طول الوقت. فبصراحه نموذج للاعب الرائع المحترف الكبير. الراجل ده تعرض لانتقادات وهجوم سواء كان مستحق او غير مستحق، حطه على جنب، يخلوا اي لاعب ما يقدرش يلعب تاني. واحد. اتنين، لاعب راح المنتخب مع كارلوس كيروش وحس انه طريقه اللعب وفكره التطور في المنتخبات الافريقيه مش هيعرف يجاري هذا الامر، فقال لك لا سلام عليكم انا تمام، انا شويه الامور البدنيه اللي عندي هتبقى مع فرقتي دلوقتي عشان مش هعرف ادي ده مع منتخب مصر. انا معتزل دوليا بكل الشياكه وكل احترام وكل ادب دون اي مشاكل. هل سمعت التصريح لعبد الله السعيد؟ في ازمه؟ سمعت له مشكله؟ سمعت له خناقه؟ سمعت له اي ازمه؟ بيلعب كوره وبس، محافظ على نفسه وبس. اداء رائع ومميز من لاعب فعلا مشرف ونموذج رائع. انا بقول الكلام ده يمكن لاول مره اقوله بنفسي مفتوح عن عبد الله سعيد وانا بتفرج على مباراه بيراميدز النهارده بالكامل. ايه اللاعب ده؟ ايه المجهود البدني ده؟ ايه المهاره دي؟ على فكره الكره اللي عملها النهارده دي لرمضان صبحي في منتهى الصعوبه، ما يعملهاش الا لاعب كبير قوي، لاعب كبير قوي. كره تحت رجلك تديها ارتفاع معين
عشان توصل في المكان المظبوط 100% للاعب اللي بيسجل هدف رمضان صبحي. صعبه جدا، صعبه جدا. انت ما خدتش مساحه او مسافه لورا عشان تدي الكره او تدي التمريره عشان تديها القوه المناسبه او السرعه المناسبه، لا ده هو واقف مكانه. صعبه، ما يعملهاش برضو غير لاعب بكواليتي عبد الله السعيد. عشان كده عبد الله السعيد مختلف، مختلف. يعني قصه بديل او ملوش بديل مش هي دي اللي هقف عندها، عشان ممكن يبقى ليه بديل بس بمواصفات تانية وارد، بس عبد الله السعيد ملوش شبه. عبد الله السعيد ملوش شبه خالص. فتحيل عبد الله السعيد، واحد من الاسماء الكبيره جدا. كنا من كام يوم كنا بنتكلم على دخوله في مرتبه متقدمه في نادي المئة في الدوري المصري على بعد هدفين من الكابتن الكبير كابتن مصطفى رياض في ترتيب نادي المئة في الدوري المصري. لاعب كبير يستحق كل التحيه. بيراميدز عنده ميزه مش موجوده عند الاهلي ولا الزمالك، وهي العمق الكبير جدا في قائمته. ده النهارده مثلا هتلاقي ابراهيم عادل غايب ومش حاسس. بيراميدز عنده لاعبين اساسيين ممتازين، عنده رمضان صبحي وعنده اسلام عيسى وعنده عبد الله السعيد وعنده لاكاي ومش حاسس. فخر الدين بن يوسف غايب ومش حاسس. طبعا لو موجودين هيفرقوا مع الفريق، بس مش يعني ما حصلش تاثير كبير. تعال بقى بص على مركز الظهير الايمن مثلا في بيراميدز. النهارده عمر جابر اساسي واحمد توفيق على الدكه واحمد فتحي خارج القائمه. انت متصور احمد فتحي خارج القائمه اصلا عشان اتنين اللي موجودين بحسب اراء تكيس ان هم افضل. بس انت عندك لاعب كمان مهم تالت، يعني الثلاثه حلوين والتالت بره. تعال على المركز الظهير الايسر، هتلاقي النهارده محمد حمدي بيلعب وموجود مع منتخب مصر، وبينزل مكانه حسين السيد اللاعب الكبير اللي له خبرات كبيره. تعالى على مركز المدافعين، النهارده احمد سامي بيلعب وعلي جبر بيلعب، اسامه جلال اللي متالق جدا الفتره الماضيه بره على الدكه. كل المراكز مليانه. ابراهيم توريه بقى، ابراهيم توريه اللي في وسط ملعب اللي هو بلاتي توريه، ابراهيم بلاتي توريه في وسط ملعب بيراميدز، ده بقى حكايه الحكايات في رايي المتواضع. هو افضل محترف دلوقتي موجود في الدوري المصري. قبل ما يمشي اشرف بن شرقي كان يتنافس مع اشرف بن شرقي، بس لو بتتكلم على افضل محترف دلوقتي في الدوري المصري فهو بلاتي توريه، اللاعب الرائع جدا في وسط ملعب بيراميدز، لعيب بمواصفات عالميه. اللعيب ده بقى حكايته حكايه. بيلعب مع بوركينا في كاس الامم الافريقيه، يروح بيراميدز في شهر يناير ياخده في صفقه انتقال حر. كان بيلعب في نادي في السويد وكان عقده خلص، في نادي صغير في السويد وعقده خلص، لا تألق مع بوركينا في كاس الامم الافريقيه خده. وخده امتى؟ في شهر يناير. ليه؟ عشان بيراميدز كان سايب مكان للاعب اجنبي ممكن يضمه في يناير، فاصطاد ده. اللاعب ده زي ما قلت لكم كان بيلعب في نادي مش كبير في السويد عادي، وسابوه الفريق بتاعه وخلاص يعني، وراح بيراميدز في صفقه انتقال حر. وتحيه طبعا لاي حد اختار اللاعب ده في بيراميدز، العين اللي اختارته دي عين ذهبيه. بس انا النهارده وانا بتفرج على المباراه وانا معجب جدا باللاعب ده، مش النهارده بس، على المباريات الماضيه، فكرت في حاجه. اللاعب ده سابه فريقه السويدي اللي مش كبير وخلاه يمشي فجبناه، فبقى واحد زي ما بقول لك كده هو افضل محترف في الدوري المصري. من كام يوم كنا نتحدث عن احمد سيد زيزو، اللاعب الكبير الرائع اللي كان عنده تجربه في البرتغال وخلصها وجه نادي الزمالك، ان هو افضل لاعب في الدوري المصري. فافضل لاعب في الدوري المصري ما كملش في اوروبا، وافضل لاعب محترف اجنبي في الدوري المصري ما كملش في اوروبا. ده يديك مؤشر لايه؟ مؤشر خطير جدا ان احنا بقى عندنا مشكله كبيره جدا في الكواليتي بتاع اللاعب في الدوري المصري، كبيره جدا. احنا بعيد قوي. لما يبقى لاعب كان بيلعب في فريق مش كبير في السويد، الفريق بتاعه يسيبه ويجي عندنا الدوري المصري يبقى افضل لاعب محترف في الدوري المصري، لا كده عندنا مشكله. ده الافضل، امال الباقي عاملين ازاي؟ طب الباقي ده هل ينفع يلعب في اوروبا ولا لا؟ تقعد تفكر اذا كان ده ما ينفعش يلعب في اوروبا، ما احنا اللعيبه بتاعتنا هتعمل ايه؟ يعني دي نقطه بس كده على الهامش لفتت نظري النهارده وانا
بتفرج على المباراة. ده فيما يخص المباراتين اللي اتلعبوا النهاردة. كان الأهلي والمباراتين اتلعبوا بخصوص الصدارة، الأهلي مع فريق مصر المقاصة وبيراميدز مع البنك الأهلي. لكن كان في مباراة مهمة جدا، سموحة مع المقاولون العرب. سموحة ينافس على مراكز شوية متقدمة، والمقاولون العرب في وضع سيء جدا، سيء جدا في منطقة الهبوط. طيب نكمل أخبارنا، نتكلم في كثير من الأمور. ساعات اللي فاتت في النادي الأهلي في كلام بدأ يظهر تاني عن صفقة أشرف بن شرقي. ركز معايا، فترات اللي فاتت، الساعات اللي فاتت في كلام بدأ يتردد إن أشرف بن شرقي ممكن الأهلي يتعاقد معاه. خد بقى كواليس الكواليس، خد بقى مني كواليس الكواليس. الأهلي طبعا كان مهتم بأشرف بن شرقي، أي حد يحب أشرف بن شرقي، بس ما كانش أبدا دخل معاه في مفاوضات رسمية أبدا. بس الكام يوم اللي فاتوا وأشرف بن شرقي حتى هذه اللحظة لما يوقع أي عقد مع أي نادي، خلى النادي الأهلي في ظروفه الصعبة دي، ركز معايا، في ظروفه الصعبة دي فنيا، وحتة كمان مهمة، حتة معنوية للجماهير. فاكر الأهلي في مرة كده راح اشترى حسين الشحات وجاب رمضان صبحي من ستوك سيتي عشان أولا يدعم الفريق ويهدي الجماهير بعد خسارة صن داونز الشهيرة، يهدي الجماهير. أشرف بن شرقي هتبقى صفقة سوبر طبعا للأهلي، وصفقة تهدي الجماهير وتفرق جدا مع الأهلي فنيا. بس الحكاية فين؟ الحكاية أن طلبات أشرف بن شرقي عشان ينضم للنادي الأهلي قد تبدو تعجيزية. تعرفين طبعا أنه أشرف بحسب ما قيل من نادي الزمالك أو تردد أنه عايز يلعب، أو لو هيلعب في مصر هيلعب لنادي الزمالك بس. طيب لو جاله بقى عرض مغري جدا من النادي الأهلي، مش ممكن يرجع في كلامه؟ هو ده اللي وكيله بيشتغل عليه دلوقتي. إيه هو؟ كلام على تعاقد ثلاث سنوات، ثلاث مواسم. الموسم الأول 2,300,000 دولار، الموسم الثاني 2,600,000 دولار، الموسم الثالث 3,000,000 دولار. رقم خزعبلي كبير ضخم. الله أعلم، كلام أنه في بعض رجال الأعمال في النادي الأهلي متطوعين أن هم يشاركوا في هذه الصفقة، الله أعلم. بس المؤكد أن حتى هذه اللحظة مفيش تعاقد رسمي، مفيش توقيع رسمي. أشرف بن شرقي لسه مفيش حاجة، يعني إيه، خطوات قوية جدا أو سريعة في هذا الأمر، مفيش الكلام ده. هو الراجل حر الآن بعد رحيله عن نادي الزمالك، حر. ونادي الزمالك حقيقة، ودي معلومة، حاول مع أشرف بن شرقي إن هو يديله كل الأمور المالية اللي هو عايزها، طبعا دون مبالغات، بس كل الأمور المالية، وقعدوا معاه أكتر من مرة. بس هو الراجل كان واخد قراره إنه يرحل عن الدوري المصري وياخد فرصة في مكان آخر. هل ممكن بقى دماغه تفكر لو الرقم كان مغري زيادة عن اللازم؟ الله أعلم. هل أصلا الأهلي يقدر يدفع الأرقام دي، سواء النادي الأهلي أو محبين النادي الأهلي؟ الله أعلم. تسألني أنا؟ هقول لك بمنطق ملوش علاقة لا بأشرف بن شرقي ولا بالنادي الأهلي. يعني أشرف بن شرقي، أنا وأنت، أي مشجع للكرة المصرية أو متابع للكرة المصرية كان شايفه أفضل محترف في الدوري المصري، لاعب بكواليتي مختلف تماما، فهو مكسب لأي فريق يلعب له. والنادي الأهلي محتاج جناح؟ طبعا محتاج جناحات، مش جناح واحد، يعني محتاج يشتري أكتر من جناح. بس الأرقام يا جماعة ليه؟ أنت لو بتتكلم في ثلاثة، يعني بتتكلم في رقم ضخم، مش عارف أجمعه حتى. رقم ضخم في ثلاث سنين. لما تقعد تفكر فيها تقعد تقول طيب هو الأهلي هيكسب إيه من ده؟ ما هيكسب ماديا قد إيه؟ أقصد بطولاتك، مسابقاتك، مكاسبك المالية، مصاريفك، ميزانيتك، تفاصيل كثيرة. أنا دايما على فكرة بتكلم على أشرف بن شرقي أو غير أشرف بن شرقي، أي لاعب، الأرقام اللي بتدفع، حتى اللاعبين المصريين، الأرقام اللي بتدفع لما هتدفع رقم كبير، وحتى لو اللاعب يستحق، هتبقى فاهم أنا لما هدفع الأرقام دي أنا كسبان إيه؟ مش بس فنيا، مش بس زي ما بيحصل في أي حتة في العالم، لما بييجوا يشتروا لعيب بسعر كبير جدا، هو صحيح بيصرف مصاريف كبيرة جدا، بس هو عارف هو ممكن يكسب منه ايه. هيكسب منه تيشيرتات، هيكسب منه فلوس تزيد شويه في البث، هيكسب منه
في تدريبات وجماهير بتحضر، في مباريات والجماهير هيكسب حاجات كتير. لما اروح اشتري انا ريال مدريد اشتري كيليان مبابي، انا فاهم انه انا هعرف الم فلوسه، انا فاهم ده، فهنقول صفقه رائعه. بس كل الاحوال لو تمت اكيد هتبقى صفقه كبيره ومفاجاه للنادي الاهلي، واكيد هتبقى صفقه سعيده ورائعه لجماهير النادي الاهلي، ده لو تمت. معنا عبر الهاتف الكابتن الكبير كابتن جهاد جريشه الخبير التحكيمي. يا كابتن جهاد مشرف ومنور كالعاده. كريم صباح الخير لحضرتك ولكل مشاهدينك. نبدا بمباراه بيراميدز ولا مباراه الاهلي؟ والله انا بيراميدز هتكلم عليها عموما، مش هتكلم على حاجه معينه في بيراميدز. احنا طبعا اللي اخذنا تصريح المدير الفني لبيراميدز عشان نلاقي حاجه مطابقه للتصريح في الارض في المباراه. فبتكلم مجمل المباراه، التحكيم كان كويس جدا، امين عمر والناس اللي كانت موجوده في الملعب. طبعا عشان اوضح بس عشان ما كنتش لسه قلت التصريح يا كابتن جاد، تكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز قال بعد المباراه ان هو متضايق من التحكيم، وان التحكيم عايز مننا ايه، وان احنا التحكيم في بعض القرارات الخاطئه. فحضرتك بتعلق على ده؟ انا بعلق على ده، بقول لك يا كريم احنا طول الوقت بنتكلم بمصداقيه، فالنهارده لا كان التحكيم كويس. وبالتالي لما التحكيم كويس لازم نقول التحكيم كويس، ما فيش مشكله في التحكيم. وبالتالي النهارده كان تصريح عكس ما شفناه في ارض الواقع في التحكيم في المباراه. انا قلت على فكره ما اتفرجتش على المباراه، بس قلت شفت حالات، شفت مواقف في المباراه، عشان برضو اتكلم على مصداقيه. انا كنت ما اتفرجتش على المباراه كلها، لكن اللي شفته لا التحكيم كان كويس، ما اثرش ولا في يعني للبنك الاهلي كان له حاجه ولا البيراميدز كان له حاجه. وبالتالي لازم نرد ونقول لا التحكيم كان كويس في ماتش بيراميدز والبنك الاهلي عموما يعني. طيب عندنا ماتش النهارده، الماتش الاساسي النهارده الاهلي ومصر المقاصه والاهلي. هنتكلم في ثلاث حالات. الحاله الاولانيه اللي اثيرت عند حضرتك موضوع فاول ياسر ابراهيم من بره المنطقه ولا من جوه المنطقه، لا الكره بوضوح كانت خارج المنطقه وركله حره صحيحه. كان محمود ناجي حكم المباراه موجود في مكان كويس جدا، وحكم المساعد واقف على خط منطقه الجزاء، وبالتالي برضه مساعده في القرار، وقرار مميز، الكره خارج المنطقه وما فيش ركله جزاء. القرار الثاني او القرارين المهمين الغاء هدفين الشوط الاولاني للمصر المقاصه بدايه التسلل، اختلف بس مع المساعد ان هو رفع الرايه بسرعه، بس الحكم عالج الامر ده بعدم اطلاق الصفاره، لان لازم تعمل ديلي للرايه زي ما بتعمل ديلي للصفاره عشان لو لا قدر الله في خطا الفار يصحح الخطا ده. فالمساعد رفع الرايه بدري شويه، الحكم اخر الصفاره، الكره كملت دخلت هدف، الحكم بعد كده صفر بالتسلل، وبالتالي في فرصه للفار انه يراجع. مراجعه الفار في تسلل موجود، راجل موجود في موقف تسلل، كان قرار الحكم المساعد سليم ولكن توقيته كان غير سليم، ولكن الحكم يعني تدارك هذا الموقف بتاخير الصفاره، وقرر بمجمله التسلل سليم والغاء هدف سليم. طيب. الهدف الثاني تم الغائه، هدف المقاصه برضه كان قرار هايل من حكم المساعد الاول، وفي اللقطه دي بقى هو اخر بقى الرايه والصفاره اتاخرت، وبالتالي كان براح يعني الفار خد وقته جدا في المراجعه، والتسلل موجود، وقرار سليم من حكم المساعد، وقرار سليم من حكم الفار. وبالتالي احنا في مباراه مجملها تحكيميا مميزه النهارده. لما يكون حاجه فيها حاجه كويسه يا كريم بنتكلم عليها كويس، صح؟ فالنهارده التحكيم ما حسيتش بيه في المباراه، ماتش سهل تحكيميا بس ممكن طاقم التحكيم يصعب الماتش على نفسه، لان النهارده محمود ناجي وطاقم التحكيم بالكامل قدموا مباراه مميزه النهارده، وخرجت المباراه بدون ما نحس بالتحكيم، وبالتالي احنا بنحييهم النهارده على دهم التحكيم النهارده. يعني يوم هادئ تحكيميا بشكل عام يا فندم. لا لا التحكيم بص، لما نلاقي حاجه فيه ايجابيات لازم نبرزها، صح؟ ونقول التحكيم فيها فيه شغل كويس. لما في سلبيات بنبرز السلبيات عشان التحكيم يتطور، فلما نلاقي حاجه كويسه هنقول عليها كويسه. فالنهارده يوم تحكيمي مميز للتحكيم المصري في الدوري المصري النهارده. صحيح. كابتن الكبير كابتن جهاد جريش انا بشكرك شكرا جزيلا، شرفتني ونورتني كالعاده. طيب. ده تكيس النهارده قال اللي بيحصل من الحكام مع فريق بيراميدز دي حاجات غير طبيعيه، والامور مش مفهومه، والقرارات غريبه، وبصراحه النهارده طاقم التحكيم ما حسيناش انه له اخطاء واضحه، ربما هو شاف حاجه ثانيه، وغالبا بيراميدز المباريات القادمه دي هتبقى بحكام اجانب بحسب ما صرح مسؤولي نادي بيراميدز في الفترات الاخيره. النادي الاهلي في الوقت الحالي دخل بشكل قوي جدا في مفاوضات مع نادي فيوتشر عشان يضم مين؟ عشان يضم احمد رفعت. كنت لسه بقول لكم انه الاهلي محتاج اكتر من جناح، يعني لو فعلا بيتفاوض مع اشرف بن شرقي او يعني في خطوات اتخذت في اشرف بن شرقي، فهو محتاج اصلا جناحات
اخرى. واحمد رفعت من اللاعبين المتالقين جدا الفتره الاخيره. احمد رفعت اتعرض على ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق وابدا اعجابه باللاعب. تعالوا نروح لقائمه نادي الزمالك لمباراه فيوتشر. القائمه هتكون كالتالي: في حراسه المرمى محمد عواد ومحمد نديم، وفي خط الدفاع محمود حمدي الونش، محمود علاء ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد وعبد الله جمعه واحمد فتوح ومحمد عبد الشافي وحازم امام وحمزه المسلوسي، وفي خط الوسط امام عاشور ومحمد اشرف روعه واسلام جابر ويوسف ابراهيم اوباما ومحمود عبد الرازق شيكابالا وايمن حفني واحمد السيد زيزو، وفي خط الهجوم سيف الجزيري وسيد عبد الله نيمار، وهيغيب عن الفريق كل من عمر السعيد للإصابة وسيف جعفر ويوسف أسامة نبيه لعدم الجاهزية ومحمد طارق لأسباب فنية. النهاردة الزمالك أنهى خلاص أزمة حمدي النقاز بفسخ العقد بالتراضي بعد ما قام اللاعب برد مبلغ 400,000 دولار كان واخدهم من الزمالك مقدم عقد وقت توقيعه مع لجنة الكابتن حسين لبيب. النقاز قام بالخطوة دي عشان عايز يبدأ الموسم اللي جاي دون أي مشاكل. النقاز كان حصل من الزمالك على مستحقات بقيمة 400,000 دولار بعد عودته للفريق وقبل إيقاف النادي الزمالك من القيد وإعارة اللاعب التونسي إلى أهلي جدة السعودي. كان يوم 8 صدر حكم من فيفا يلزم حمدي النقاز برد المبلغ اللي حصل عليه من الزمالك واداله فترة سماح 45 يوم. المدة انتهت واللاعب خلاص خلص أموره مع نادي الزمالك. نادي الزمالك بيدور على مهاجمين، حضراتكم عارفين واضحة، هو معتمد جدا على سيف الجزيري وعمر السعيد بعيد، فالزمالك عايز يدعم بمهاجمين الفترة اللي جاية. من أبرز الأسماء نادي الزمالك بيبص لها دلوقتي أو بيتابعها دلوقتي وتم عرضها على فيريرا المدير الفني نادي الزمالك وأبدأ إعجابه باللاعب هو شادي حسين مهاجم سيراميكا كليوباترا. ممكن الايام اللي جايه يبقى فيها مفاوضات رسميه مع نادي سيراميكا كليوباترا لضم اللاعب المتالق جدا، مش الموسم ده بس، الموسم اللي قبله كمان والموسم اللي قبله. لاعب واعد، لاعب مهم، لاعب عنده امكانيات كبيره جدا، ولو لعب لنادي زي نادي جماهيري كبير زي الاهلي او الزمالك كمان ممكن يبدا اكتر فرقه بتهاجم طول الوقت. وان كان سيراميكا عامل فريق محترم ومحترم جدا وهو ده اللي ساعد على تالق شادي حسين. الساعات اللي فاتت في النادي الاسماعيلي حصل تواصل بين خالد زين نائب رئيس النادي الاسماعيلي مع التونسي لسعد الجزيري. تعرفين لسعد الجزيري خد حكم انه ياخد من الاسماعيلي 450,000 دولار مستحقاته وتم ايقاف القيد بالنسبه للنادي الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي مطالب تسديد الرقم ده عشان رفع الايقاف عليه بخصوص موضوع القيد. الراجل استاذ خالد زين نائب رئيس النادي الاسماعيلي كلم اللاعب سيف الجزيري وقال له انه لسعد الجزيري وقال له انه احنا عايزين نسوي الامور بشكل ودي عشان الامور تنتهي، وعرض عليه تقسيط المبلغ ورفع الايقاف عن نادي الاسماعيلي. الكلام ده رفضه لسعد الجزيري وصمم على انه ياخد الرقم كله دفعه واحده 450,000 دولار. ربنا يعين النادي الاسماعيلي في اللي جاي. اسماعيلي من خبطه لخبطه، من خبطه لخبطه. تعالوا اقول لكم شويه حاجات حلوه فيما يخص صفقات تبادليه محتمله في الانتقالات الصيفيه. صفقات تبادليه محتمله في الانتقالات الصيفيه خلاص كمان شهر. تعالوا نشوف. الصفقه الاولى من الوارد ان يعقدها نادي الزمالك مع نادي فيوتشر، خصوصا وان كل نادي يحتاج بعض اللاعبين، حيث يريد الزمالك الحصول على خدمات الثنائي عمر كمال عبد الواحد ومهند لاشين، خصوصا وان عمر كان مرتبط بعقد مع الزمالك، كما ان مهند سبق له التوقيع للزمالك، وقد يتم اللجوء لفكره الصفقه التبادليه باستمرار جنش حارس الزمالك المعار لفريق فيوتشر مقابل الحصول على عمر كمال ومهند لاشين. الصفقة الثانية أيضا قد يكون نادي الزمالك طرفا في هذه الصفقة، ولكن ستكون مع فريق سموحة، حيث يرغب الزمالك في ضم عبد الكبير الوادي من الفريق الساحلي، وقد يتم اللجوء إلى استمرار مروان حمدي مع سموحة، خصوصا وأن عبد الحميد بسوني طلب تجديد إعارته مقابل ضم الوادي. الصفقة الثالثة صفقة تبادلية أخرى قد يعقدها نادي الزمالك في الميركاتو الصيفي، ستكون مع نادي الاتحاد السكندري، حيث يريد الزمالك ضم المهاجم
مابولولو، وقد يتم استخدام محمود شبانه مدافع الزمالك المعار للنادي الاسكندري في الصفقه حتى يوافق مسؤولي نادي الاتحاد على انتقال مابولولو الى 100 عقبه. الصفقة الرابعة، قد يكون بطل هذه الصفقة النادي الأهلي الذي يريد ضم أحمد عاطف مهاجم فيوتشر وزميله في الفريق أحمد رفعت. وفي نفس الوقت هناك أكثر من لاعب بالأهلي معارين لفيوتشر مثل مصطفى البدري وسعد سمير وكريم نيدفيد، وقد يستخدم الأهلي أحدهم أو أكثر في صفقة أو في صفقة تبادلية. طيب دي الحكاية فيما يخص الصفقات التبادلية المحتملة، مفيش أي حاجة منها حصل ولا في منها خطوات، هي حاجات تدور في الأفق. هوريكم دلوقتي حكاية حلوة قوي، حكاية حلوة قوي ونادرة جدا، حكاية حلوة في دوري الدرجة الرابعة في مصر. أب وابنه بيلعبوا مع بعض في فريق مركز شباب مدينة الروضة، أب وابنه بيلعبوا مع بعض، بصيلي يا ابني بصيلي يابا. قصة جميلة وحلوة، رحنا كلمنا معاهم، شفنا الحكاية، دردشنا معاهم، استمتعنا معاهم. هتشوفوا التقرير الحلو ده، وبعد التقرير هنروح لفاصل ومنه نستقبل الكابتن الكبير كابتن أحمد كشري. خليكم معانا. أشرف محمد طه أبو الرجال، بكالوريوس علوم وتربية، ماسك نائب رئيس مركز شباب الروضة، حاصل على أكاديمية كرة القدم تدريب، الدورة التدريبية الدولية لمدربي كرة القدم، حاصل على الشهادة بي وحاصل على الشهادة سي في التدريب. طبعا بداية مشواري في كرة القدم كان من بداية مركز شباب الروضة هنا سنة 87. تدرجت في 4 فرق بالظبط، 15 18 21 فريق أول. ومن هنا بدأت أخد 4 ماتشات أو مباريات طول الأسبوع خلال 6 شهور في بداية السنة، وبدأت من هنا المشوار في بداية الروضة. بعد كده بدأت أسمع، لأن الدوري بتاعنا كان مسمع في منطقة الدقهلية. بدأت ألعب هنا قسم ثالث، ده أخدت 3 سنين ورا بعض هداف في الدوري القسم الثالث 3 سنين متتالية. فجالي نادي المنصورة، أيامها كان بيلعب في القسم الأول مش في القسم ممتاز به مش ألف، فما حصلش نصيب. رحت النادي المصري، حصل نصيب، قعدت هناك سنة كاملة. فالحمد لله بدأوا يخلصوني من الروضة، خلصت قعدت سنة هناك. بعد كده تواصلت مع نادي بورفؤاد، خلصوني من النادي المصري مقابل 5000 جنيه. قعدت في النادي بورفؤاد حوالي 6 سنين في قسم ممتاز ب، وصلنا قبل نهائي كاس مصر مرتين مع النادي الاسماعيلي قبل نهائي كاس مصر. ومن هنا بدأت حياتي الكروية تسمع، بدأ الأندية تتكلم معايا عن طريق نادي بورفؤاد. ثم بعد ذلك اتكلم معايا كابتن أحمد الطيب، نادي السويس كان في الدوري الممتاز، تواصلت معه وبدأت المفاوضات. وبالفعل خلصني نادي غزل السويس من بورفؤاد سنة 98 بحوالي 40,000 جنيه. وبدأت ألعب هناك في نادي السويس، ولعبنا ممتاز به وصعدنا بالممتاز به، صعدنا دور الدرجة الأولى الممتاز. بدأنا في بداية السنة مع غزل السويس ماشيين مركز رابع ثالث لآخر مباراة في الدوري. يعني أنا اتعاملت مع لعيبة نادي المصري، الجيل الذهبي كابتن طارق سليمان، كابتن طارق الصاوي، لعب معايا في الجيل ده من أيام نفس السنة، وليد صلاح الدين، هادي خشبه، كل ده جيلي، جيل 71 كله جيلي، نفس السن ونفس الاعمار. انا لعبت دوري ممتاز من سنه 91 92 لحد 2002.
عاصرت جميع مدربين مصر. كابتن حسن شحاته كان ماسك منتخب السويس وصعد بيه للدوري الممتاز. انا حاليا انا بمارس لعب كره القدم، تعتبر اقدم لاعب على مستوى العالم بيلعب كوره، بمارس الساعه ونص في الملعب لحد الان. انا الوقت واصل نائب رئيس مجلس اداره مركز شباب الروضه، ماسك مدير مدرسه، مدرب، وبلعب في فريق مركز شباب الروضه. والسنه اللي فاتت طلعت اعاره من مركز شباب الروضه لكفر البطيخ في القسم الرابع معانا في التصفيات، لحد الان لسه بمارس كره القدم. احنا عندنا ما شاء الله اكاديميه 10 على 10 فيها حوالي 5-6 لعيبه موهوبين ولهم مستقبل كويس، لكن لو هم استمروا في نفس المجال. انا من نوعيه المدربين اللي احب اللعيبه الصغيره زائد 2-3 خبره في الفرقه، بحب العبهم. ليه؟ هو عنده سرعه استجابه رهيبه في حته التلبيه مطالب المدرب، فبحب العب انا الناشئين بالذات. الحاجه الوحيده اللي انا بتمناها ان انا استمر لغايه ما احطم الرقم القياسي في اقدم لاعبي العالم، خاصه اللاعب بتاع اليابان اللي هو وصل ل 53 سنه وبيلعب في القسم الرابع، اللي انا اعديه. ده اكبر امنيه اتمناها اللي انا اعديها. هو محمد ما كانش مهتم بالكره بامانه، محمد كنا احنا كمان مهتمين اصلا بالدراسه بتاعته. فانا قلت له خلص الدراسه وامن مستقبلك بشهاده كويسه. الحمد لله ربنا كرمه في الثانويه ودخل كليه هندسه كويسه، بدا يدخل في مجال الكوره. بدات في القسم الثالث والرابع ان هو يدخل معايا في التدريبات، بدا يشترك في التدريبات، نزلت 10 دقائق في 5 دقائق في ربع ساعه في شوط في ماتش كامل، وربنا كرمه لان هو عنده حته الموهبه، عنده حته الشوتنج كويس، عنده حته المراوغه كويس، عنده السبرنت من السرعه، من الثبات للسرعه حلوه، السرعه الانتقاليه دي حلوه، فعنده مميزات حلوه ان هو يكون لعيب كوره كويس. كان معايا فيرود اسمه هاشم، المهم في اول 10 دقائق اتصاب، فقلت لمحمد قوم سخن. دي كانت اول بدايته. نزل الله اعلم جاب جون او اتنين، جاب جون من ده، كانت بدايته معايا في القسم الرابع. كان في ماتش السنه اللي فاتت، كان ماتش مهم في تصفيات القسم الرابع مع نادي كفر البطيخ، واحنا كنا في الماتش ده لازم نكسب، لازم نكسب عشان نكمل التصفيات. فقلت له انا وهو كنا الاثنين احتياطي بره، انا كنت ماسك مدير فني ومحمد قاعد احتياطي بره. نزلنا احنا الاثنين بين الشوطين كنا مغلوبين 2-0. المهم عملت له اسيست جاب جون، عملنا مباراه حلوه، اتغلبنا 2-1 في المباراه دي وهو جاب الجون. وهو كان في ذلك الوقت كان هو هداف الفرقه، جايب 8 تجوان او 9، كان هو هداف الفرقه. انا بلعب بلاي ميكر رقم 10، هو بيلعب هاف ليفت عشان بجناح هاف ليفت. انا تملي في حته كمدرب انا اقول له خليك في التلت الاخير اعمل اللي انت عايزه، اصلا ده فكر لاعب. انت ما تقدرش كمدير فني او كمدرب ان انت تقدر تتحكم في رتم اللاعب في التلت الاخير، التلت الاخير اعمل كيفما تشاء. المهم تفنش الهجمه صح، ما تتقطعش منك الكره. الحاجات دي كلها لازم تكون في توعيه. اصعب موقف هو كان بيتفرج بره، ما كانش بيلعب. كنا بنلعب راس البر، ده اصعب موقف مرنا بيه وهو كان موجود معايا. بنلعب راس البر على الصعود للقسم الثالث، واحنا الاول بفرق الاهداف. نتغلب في الدقيقه 94 وهو كان قاعد بره. ده اصعب موقف مرت بيه في خلال وهو بيلعب معانا كوره. وانا كنت مخلص ثالثه ثانوي وبعد ما جبت الكليه وكده، فقام هو راح التمرين قال لي قوم لما انت نايم كده تعالى مره نجري، انزل اجري وكده. فنزلت بقى، بدات انزل مره في الثانيه وكده والعب معاه والعب خماسي كتير معاه وكده، ونلعب دورات مع بعض كتير. وكان في لاعب بتصف اول 10 دقائق، قمت نازل وكده وجبت جون كده في اخر شويه، وقمت خارج لان نفسي ما كانش لسه برضه. وبعدها كده بكم ماتش، كان في ماتش برضه الماتش تعادل 1-1، وانا كنت قاعد بره برضه. وكم ماتش
في لغايه الدقيقه مثلا 65 وكده، وهو قال لي برده قوم سخن، وهو كان بره لسه. فنزلت وجبت برده جون بالدماغ اول ما نزلت. هو ما بتعاملش معاه لانه ابن ابدا يعني، حتى انا اتكلمت معاه في الموضوع ده كم مره، اللي هو ايه الناس تقعد تقول لي ما هو باباك ما هو باباك وكذا وكذا، لكن هو في الكوره يعني. انا وانا صغير كان يجي اقول له تعالى معايا التمرين مثلا عشان العب، تعالى عشان كذا، يقول لي انا عمري مش هتدخل لك في كوره في حاجه، يعني اللي انت عايزه اعمله. انا مبسوط قوي اللي هو بيلعب يعني، انا اتمنى اللي هو يوصل قوي، لان انا بصراحه ما شفتش يعني اللي هو لعيب زيه يعني. بالنسبه له هو في الكوره حاجه جامده، او اكبر لاعب بيلعب يعني. لما اروح اتفرج على حد في سنه يعني يلعب مثلا مع ناس كبار قده، بلاقيه مختلف يعني، كانه لسه ناشئ لسه. لما يكون في الملعب بلعب ببقى مستريح اكتر، لان هو اسهل واحد يوصلني للجون اصلا، لان النص جوان اللي انا جبتها اصلا هو اللي لعتها لي. وغير كده احنا متعودين نلعب مع بعض في الخماسيات كتير ودورات كتير وملاعب سباعي وكلام من ده، فعادي بالنسبه لي اللعبه معاه كان سهل قوي. انا لما امسك الكره اصلا اول لحظة ببص على اللي انا بوصله هو، لان هو الواحد اللي اصلا بحس ان هو عنده حلول، هو في سنه كده وما شاء الله يعني، بحس ان هو عنده حلول في اي حد بيمسك الكره في الملعب، مش انا يعني بس، بيدور عليه هو اللي هو يديله الكره. مره كنا بنلعب عندنا خماسي فشاكلنا جامد، فقمت واخد الكوره ومخرجها بره، قلت ما عدتش لعب، وقمت خارج بره وساب الملعب وماشي، وقمت ما عدتش لعب معاك تاني. وتاني يوم لعبت معاه وخلاص، قال لي ورانا لعبه يلا البس وكذا، ما بعرفش تبقى لحظه عصب يعني. وانا بدات في اخر الدور الثاني في السنه اللي فاتت العب الماتشات كلها اساسي، فاتمنى بقى نصعد بالفريق السنه دي واروح فرقه بقى كويسه باذن الله، ممتاز به ممتاز العب يعني كويس. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى، شرفني ونورني في هذه الفقره كابتننا الكبير كابتن احمد كشري نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر الاسبق، مدربنا الكبير كابتن احمد، مشرف ومنور كالعاده. حبيبي كيم، وانا اللي سعيد ان انا معاك. اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. اخر مره كنت معايا توقعات توقع غلط، قالوا لي ادام الكابتن احمد كشري معاك النهارده تبدا بيها. ايش ماتش الاهلي والزمالك؟ معلش انت سبت توقع صح ولا توقع غلط برضه؟ من هو كان عندي احساس الاهلي انت قلت لي الاهلي هيكسب المباراه دي فرق 3. لا ما قلتش فرق 3، قلت اكتر من 2. لا لا انا فاكر. لا هقول لك ليه انا قلت كده، هقول لك ليه برضه. اللي احنا انا كنت لاعب في النادي الاهلي، والجيل بتاعي والجيل اللي قبلي والاجيال اللي قبل كده، لما كان بيجي يقع ماتش يخسر ماتش او يتعادل ماتش، بيخش المباراه اللي بعدها بشراسه غير طبيعيه. صح. وبيصالح جمهوره. صح. ودايما بنقول الاهلي ما بيقعش مرتين ورا بعض. فانا بصراحه كلمت من منطلق ان ده النادي الاهلي وده الطبيعي. وانت داخل على مباراه بعد مباراه تهزمت فيها، وداخل مباراه لازم صالح فيها جمهورك ومباراه كاس. فكان عندي يعني امال كبيره ان اللعيبه تقدر تحقق ده، لكن الفريق كان ما كانش في ادائه، وكان ما كانش كويس في المباراه دي خالص. طيب. وكنت مصدوم بالاداء بصراحه يعني. مصدوم. طبعا. ايه المشكله بشكل عام؟ لا المشكله قبل ما نخش على مباراه النهارده، المشكله بشكل عام تلاحق المباريات بالنسبه للنادي الاهلي، 3 مواسم ورا بعض صعبين. خلينا نكون واقعيين، الكلام ده مش بنقوله تبرير، لا ده حقيقه. اللعيبه بقى اكتر لعيبه بتلعب في الدنيا لعيبه النادي الاهلي، بيلعب افريقيا وبيلعب الدوري وبيلعب الكاس وبيلعب السوبر وبيلعب منتخب مصر وبيلعب بطولة عربية وبيلعب كاس عالم الأندية كتير. فاللعيبة دي ما ريحتش، فواضح حتى انت شايف النهاردة اللعيبة هو ده لعيبة النادي الأهلي، هو دي إمكانيات لعيبة النادي الأهلي، هو ده مجهود لعيبة النادي الأهلي، هي دي شراسة اللعيبة بتاعت النادي الأهلي. فطبعا كل المباريات اللي ورا بعض، انت لسه لاقي اللاعب من يومين، كل يومين يلعب ماتش صعبة جدا. يعني انا عاذر فيها اللعيبة، لكن برضه في نفس الوقت انت الكواليتي بتاعك مختلف عن كواليتي الفرقه اللي بتلعب قدامها. مهما تكون تعبان مجهد، عندك من الخبرات اللي تخليك
تعرف تحسم المباراة. مش واحدة واحدة. طيب تمام. عشان امشي على كلامك. ماشي. كده انا زي زيك معترف ان الاهلي مجهد جدا جدا وزي ما انت قلت مفيش فرق في العالم يا جماعه بيحصل فيها زي الفرق في العالم ده حقيقه بتحصل في الفرق المصريه اكثرهم طبعا الاهلي يعني طبعا هو الزمالك بيلعب بضغط مباريات بيراميدز وباقي الانديه بس الاهلي تحديدا عشان مكمل لبطوله افريقيا للاخر وكان عنده لاعبين دوريين كمان اكتر في منتخب يعني في تفاصيل تخليه مرهق اكتر شويه بالظبط بس لما تيجي تبص على مثلا يعني محمود وحيد مرهق لا كريم فؤاد لا 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 حسام حسن برضو نقدر نقول لا حسام برضو ما لعبش كتير انا بفكر مع احمد عبد القادر لا احمد عبد القادر بيلعب لا بيلعب بس كان بيقعد على الدكه احيانا ما بين اصابه و انا معاك انا عارف انت هتقول ايه انا اقصد انه هو صحيح الاهلي كاهلي فريق منهك بدنيا على مدار مواسم زي ما انت قلت ثلاث مواسم ما بيريحش بس في لعيبه بتشارك يعني النهارده مثلا حتى اتكلمت عنه تحديدا محمود وحيد هو يعني فرصه عنده فرصة بص انت بتتكلم انا الكلام ده كنت وانا في الحوار كنت هقوله لك يلا بينا اللعيبة اللي انت قلت عليها اذا كان كريم فؤاد او محمود وحيد او حسام حسن مش لعيبة اساسية في النادي الاهلي محمود وحيد بيلعب كل فين وفين بيلعب كل على مدار فترات بعيدة بس ده ما يمنعش ان هو لازم ينتهز الفرصة لان معلول في اسوأ حالاته فانت النهارده لو مش حالاته اللي هي مش هتطول يعني علي معلول عاده مجهد يعني مجهد. عنده كده فتره فتره يعني هبوط في المستوى بالظبط علي برضه مش هتكمل ايوه علي برضه مضغوط مباريات مع برضه بيلعب مع منتخب بلده فانت جات لك فرصه ما قدرتش ان انت تستغلها ممكن الحاجه الوحيده اللي تخلي نقول يعني فيها عذر بسيط لكن الاداء بتاعه مش جيد ان اللعيبه اللي حواليه كلهم مش في حالتهم فما فيش حد بيساعدهم يعني النهارده كريم فؤاد انا شايف قدم مباراه كويسه يعني كريم افضل العناصر اللي احنا اتكلمنا فيهم كريم كان بيحاول وصل كتير عمل عرضيات كتيره وان كان العرضيات اللي بيعملها بيعمل عرضيه وخلاص انا ما بحبش اللعيب اللي يوصل عارف انه النهارده عمل تقريبا ارقامه انا مش فاكر الرقم بالظبط عدد العرضيات هو 12 عرضيه تقريبا بس اللي انا عارف الرقم واثق منه انه ما كانش فيهم ولا واحد على صحيح صفر لا هو عمل عرضيات طبعا في عرضيات فيهم كان لازم يعملها يعني اللي وصل للخط بيعملها أيه عرضيه ما بتوصلش صح لا فيهم كور كانت مشتركه خطيره لكن اللي ما عجبتنيش اللي انت بتوصل بتبقى لوحدك وتروح عامل العرضيه يعني في كوره مثلا حسام حسن قاطع على القريبه وانت سابق وشايف حسام حسن تعملها لورا ليه ما انت شايفه ولاعيب جاي بسرعته احطها له قدامه فالعرضيات زي ما بقول لك بيعمل عرضيات النهارده كتيره بس بدون تركيز محمود وحيد ناسنج زي ما بيقولوا ما فيش اي حاجه من ناحيته ما حسيتش بيه النهارده ما ظهرش رغم ان انت بتاخد فرصه يعني ذهبيه ان علي معلول دايما اساسي ودايما بيلعب واقع هو الفتره دي او تعبان او المدرب بيريحه او تعرف انت يا كابتن احمد فرصة. انت مدرب كبير عارف لما تبقى مضطر تريح لاعب عندك وتنزل لاعب تاني فتضطر اللي انت مريحه ده تنزله من كتر ما اللاعب اللي انت نزلته دوت مستواه مش كبير لا ما طبعا النهارده المفروض النهارده علي معلول ما يلعبش اصلا يعني الراجل النهارده المدرب بصراحه عمل حاجه كويسه قوي ريح كذا لعيب على قد ما يقدر عشان يلاقيهم في المباراه الجايه منهم علي معلول حمدي فتحي المفروض بقى اللعيبه اللي بتلعب في مكانهم تكون يعني ايه تستغل الفرصه الفرص ما بتجيش في النادي الاهلي احنا كنا بنتمشى على 10 دقايق في مباراه لسه جاي لك والله انا كنت لسه جاي لك يعني انت كنت بس افكر الناس عشان في جيل كبير ما يعرفش ما شافكش في الملعب انا حضرت انت كنت بتلعب في وجود احمد فيليكس وحسام حسن ولما كنت تاخد فرصه كنت تنزل تبقى هداف الفرقه فرصه يعني تشمش مع الفرصه يعني انا فكرنا بس عشان يعرفوا يعني انا عايز اقول لك يا كريم والله العظيم ببقى قاعد على الخط عايز حتى 10 دقايق او 5 دقايق وكنت بنزل اسجل فيهم في فرق كتير جدا وفي ماتشات نزلت 10 دقايق جبت جونين في فرق يعني كبيره معظم مباراتي كنت ببقى تغييره ببقى عايز انزل اكل النجيله ببقى عايز انزل اقول انا لعيب كوره ببقى عايز يعني افرح الجمهور لما بجيب جون بتبقى سعادتي كبيره جدا لما الاقي الجمهور كله فرحان طبعا بحس بالكلام ده كمان بعد المباراه فين الاصرار انا مش شايفه انت ساده بقى ما كنتش بتنزل تقول ايه ما انا لو لعبت وحش هيقولوا عشان ما بلعبش ما لعبت وحش هيقولوا اصله ما هو برده فيليكس وحسام حسن جامدين
هتقعد تدي مباريات لنفسك قبل ما تنزل؟ لا 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 بالعكس خلاص. انا بقضي واجب. انا مش عايز اتكلم على نفسي انت. لا بالعكس انا عايزك تتكلم عشان ده نموذج. يعني انا من يعني عايز اقول لك انا كنت لاعب احتياطي في النادي الاهلي بس من افضل اللعيبه الاحتياطي يمكن في تاريخ الكره المصريه. صح. اللي جبت جوان كتير جدا. صح. كل مباراتي كنت انزل اجيب جون وجونين. يعني في مباريات بدايتي مع الاهلي اول اهدافي الرسميه مع الاهلي كنت احتياطي ونزلت في ماتش النصر الاماراتي في تونس جبت جونين وكسبنا 3-1 كانت النتيجه 1-1. جبت في فرق كتير جبت في الترسانه جونين جبت في اتحاد بليده جبت في الهلال جبت في كل دي تغييرات يعني والمريخ والمنيا وفرق كبيره يعني. صح. عايز اقول لك كنت بنزل احيانا 5 دقائق ما كنتش بالو بوزي ولا كنت بدأ فبالك بقى لما اخد فرصه. عايز اقول لك حاجه لما خدت فرصه في فتره غياب حسام حسن في البدايه لما اتصاب ولعبت الدور الاولاني الدوري كنت هداف الدوري. صح. فالنهارده انت لعيب بيجي لك فرصه انك تلعب والفرقه محتاجاك وانت يعني حط رجلك عشان تثبت انت بتلعب في النادي الاهلي. انت عارف لعب في النادي الاهلي يا كريم انا بقولها فعلا اللي يعني النادي الاهلي اللي يلعب في النادي الاهلي بيحس ان هو لعيب كوره لعيب كوره كبير. بتجي لك الفرصه اللي انت بتتمناها تلعب مباراه من البدايه. انك ما تديش وما تاديش في مباراه واثنين وثلاثه فمعلش يعني مع احترامي ما تستحقش ان انت تبقى موجود في النادي الاهلي. صح. ما عندكش شخصيه النادي الاهلي. صح. ودي اللي مزعلاني من بعض اللعيبه ان في لعيبه ما عندهاش الشخصيه. اخش لك في المباراه كمان النهارده يا ريت فين شخصية لاعب النادي الاهلي؟ انت تعبان. طب خلي الكرة في رجلك استحواذ ايجابي يعني استحواذ ايجابي. الراجل النهارده ممكن يكون لعب بطريقة ان هو لعب بثلاثة ورا معذور انه ما عندوش اطراف قدام. طيب لما العب بثلاثة ورا سرد باكات ورا انا بدي مساحة للباكين الطرف اللي معايا يبقى هم الوينجين بتوعي. يمكن انت شفت كرة كريم فؤاد كان بيهاجم وفي ال 18 وبيوصل الناحية التانية محمود وحيد ولا كره هاجم من ناحيته رغم ان الطريقه دي معموله لباكين الطرف. صح. عشان يعوضوا النقص اللي في نص الملعب او المهاجمين. مظبوط. فدي طبعا هو يعني هو نفسه اشتكى من ده قال لك انا ما عنديش الجناحات مع طاهر محمد طاهر وحسين الشحات وبيرسي تاو الناس مصابه فقال لك استخدمت الباكات ان هم يبقوا جناحات. تغييراته النهارده كلها تغييرات باكات وجناحات. الراجل يعني مش لاقي حلول. هو الراجل الامانه معذور جه في وقت صعب جدا جه في فرقه وضعها البدني مش كويس مرهقه فبيحاول ان هو يعني يكتشف كمان الفريق لان هو معذور في لعيبه كتيره. النقطه الوحيده اللي انا ممكن اقولها للمدرب سواريش ان هو اشتغل على الدوافع والعامل النفسي. بصراحه يمكن زعلت النادي الاهلي قدم مباراه النهارده ما فيهاش فرص خالص. انا مش فاكر فرصه النادي الاهلي حقيقيه على الجون. يمكن واحدة بس بتاعت اليو ديانج اللي خدها على الطاير كده وكان صح في تصويبة في الآخر كده لحسام حسن برضو يعني برضو بس بالك برضو انت بتتكلم مش فرص يعني. طيب دي من النواحي الهجومية يا كابتن أحمد وعادة المشجع أو اللاعب أو أي حد بيبص دايما على النواحي الهجومية. بس النهارده برضو كان في مشاكل دفاعيه في الاهلي جدا كبير. مصطفى كان بيوصل كبير. مصطفى مكاسا كان ممكن يفاجئ الاهلي وكان ممكن يسجل هدف التعادل. حقيقي. عمل مباراه محترمه بصراحه مباراه فعلاً على حدود الامكانيات. فعلاً. انا برضو احنا ننتقد الاهلي لازم برضو نشيد بالفريق اللي كان بيلعب قدام الاهلي. ما هو اللي خلى الاهلي شكله مش كويس انه مكاسا لعب مباراه دفاعيا كويسه وحتى هجوميا كان خطير في كثير من الاحيان. دي حقيقة. على الاهلي دي حقيقه. فريق مكاسا النهارده قدم مباراه في حدود امكانياته مباراه كبيره. صح. دافع كويس. خد الكرة العرضية كلها. تمركزاته ومهارة كانت كويسة جدا. كان بيهاجمه يعني كان في خطورة يعني في كرة كانت هتيجي جون اللي هو قلش فيها اللاعب في 18 دي جون يعني لو لبست في رجله جون. بجانب الكورتين اللي هم أوفسايد أحمد منعم وده كان لعيب بيلعب معايا انا عارفه مميز جدا بالكره العرضيه بيلعب بدماغه كويس قوي وانا يمكن كنت قاعد معاه قلت لهم ده خطر جدا في الكره الثابته حط واحده في العارضه والثانيه جابها جون. حتى لو هو متقدم خطوه انا بلعب بثلاث مدافعين ثلاث سرد باكات والثلاثه منتخب مصر. صح. لما يبقى الكره العرضيه مش بتاعتي يبقى في مشكله. يبقى انا النهارده عندي مشكله كبيره انا بقلل يعني بلاعب المدافعين عشان امنع ان يبقى في خطوره على الجون بتاعي وبتلاقي ان الكور الثابته بتسبب خطوره يعني مباشره على الفريق
يبقى انا ما استفدتش حاجه، لا انا استفدت هجوميا ولا استفدت دفاعيا. صح. في اخطاء طبعا، في اخطاء، ويعني انا فعلا يمكن الطريقه كمان بتاعه الثلاثه طريقه كويسه جدا، بس عايزه اللعيبه الثلاثه اللي لعبوا مع بعض يكونوا مختلفين. يعني الطريقه دي تناسب قوي بدري بانون لو موجود هيبقى هايل فيها. هيبقى هايل. اول حاجه على بدري بانون، ايه اول حاجه على بدري بانون بالمناسبه، يعني قول. احنا من كام يوم كنا بنقول انه بدري بانون المفاوضات اتجددت معاه تاني مره اخرى. خليكم معايا يا جماعه، نرجع تاني. بدري بانون كانت المفاوضات اتجددت معاه بالنسبه لفريق قطر القطري، المفاوضات اتجددت معاه ومع النادي الاهلي طبعا لشراء بدري بانون. منذ لحظات تم الاتفاق رسميا، وتم انتقال بدري بانون رسميا الى فريق قطر القطري لمدة 3 مواسم، وأصبح بدر بنون خارج النادي الأهلي في هذه اللحظات في تجربة جديدة. قفلت لك بدر بنون، معلش. رسالة الكلام على بدر بنون. لا أنا بقول، أنا بقول الطريقة، يعني بقول إن هي تناسب، لازم يبقى في لعيب كورة بسمات الليبرو شوية هي. وده طبع هيخسر الأهلي بغياب بدر بنون في الوقت ده. طبعا الأهلي محتاج اللعيبة كلها، يعني أكيد الأهلي لان في اصابات كتير عمال المصاب. ايه اللي بيميز بدر بانون عن مدافعين النادي الاهلي الموجودين؟ لانه هو بيبدا الهجمه من تحت كويس جدا. بدر بانون عنده حته توقع كويس قوي، دي اميز حاجه فيه بنايه الهجمه، يعني هو كرته سليمه. افضل واحد فيهم بصير في الخط الخلفي هو بدر بانون. طيب. اعلى من المجموعه اللي موجوده. طيب. الصفقه دي يعني الاهلي هياخد فيها حوالي 2.5 مليون دولار. كان الاهلي يبيع ولا ما يبيعش؟ لا يبيع طبعا، يبيع. لان بدر بانون الفتره الاخيره طبعا اتعرض لوعكة صحية والحاجات دي وما لعبش الفتره الاخيره خلاص، يعني وانا شايف ان يعني ايه احيانا بيبقى لعيب كويس ولكن خلاص التجربه او المحطه بتاعته او شكت على الانتهاء او انتهت. فانا شايف الاهلي لا بالعكس كويس الاهلي. مين بقى شبه بدر بانون دلوقتي في خط دفاع النادي الاهلي؟ ولا واحد. ولا واحد؟ لا لا لا. مش حد في النادي الاهلي ستايل بدر بانون. هو ليه ستايل مختلف، يعني مش معنى كده ان هم قالوا منه، لا هو بدر بانون بيلعب بدماغه اكتر، يعني بعقليته اكتر، تمركزاته بيبدا هجمه كويس، عنده رؤيه كويسه. مدافعين النادي الاهلي كلهم عندهم الباور، عندهم القوه، بس بيفتقدوا شويه الطلوع من تحت بالكره كويس. يعني مثلا نقول محمد عبد المنعم لعيب كويس قوي، بس عنده مشكله محمد انه بحس انه بيتعالى على الكوره فبيغلط في الباص. كذلك تلاقي ياسر ابراهيم، وان كان ياسر اتحسن فيها قوي. ايمن اشرف برضو يعني عنده سنه فيها، يعني ناقصهم الحته دي. يعني مع بدايه موسم لازم يشتغل على طلوع الكوره من تحت بطريقه سلسه شويه. فاعتقد ان النادي الاهلي يعني في الفتره دي محتاج كل لاعب. اصابات كتيره جدا في النادي الاهلي بصراحه، يعني حاجه ما غريبة. كل شوف محمد عبد المنعم مش موجود، حسين الشحات، بيرستاو، وطاهر، صلاح محسن، شريف، سلية، كتير. وبعدين انت بتتكلم في فرقة. فالأهلي معذور، ولكن النهاردة المباراة الأهلي كسب 3 نقط فقط لا غير، ودي الأهم. لكن دي يعني في ظل الأداء ده تديك تخوف للي جاي. تخوف جدا. ايه بقى اللي انت خايف منه في اللي جاي؟ مفيش اداء، الاداء مش موجود. طيب لو انت مدرب النادي الاهلي دلوقتي تحسن الاداء ده ازاي، او تعمل ايه الخطوات السريعه اللي ممكن تعملها في ظل الظروف اللي انت قلتها دي كلها؟ اول حاجه انا هشتغل على يعني بمعنى صح الحاجات المعنويه للعيبه. لازم اقعد مع اللعيبه افرجهم على الفرق اللي هاللعيبه، اشتغل معاهم دوافع. مفيش تمرين طبعا، يعني التمرين انت بتلعب مباراه النهارده بعد يومين بتلعب ماتش، يعني مش تقدر. هتشتغل على حاجات معينه تكتيك خفيف جدا في الملعب. لازم تدعم الفرقه بالناشئين، لازم انت مجبر تدخل لعيبه حتى لو اللعيبه دي لسه ما دخلتش. لازم تريح بعض اللعيبه، تعمل بعض الروتيشن ولو في اوقات معينه. يعني النهارده انا مبسوط ان هو لاعب فخري واداله في المباراه دي، وكان نفسي يدي لحد تاني، محمد اشرف الباك ليفت، زياد طارق يعني كان نفسي يلعبهم. لان الفرقه محتاجه لعيبه صغيره تعلي الريتم بتاع الفريق. اللعيبه الصغيره اللي عندنا في الاهلي كويسين، ولو دخلوا في الوقت ده انا شايف ان هم ممكن يبقوا اضافه. لان اللعيبه الكبيره مجهده. فانا مش هفضل اعتمد على لعيبه عندها اجهاد وتعرض للاصابه وما لقوش الماتشات الجايه. فانا لازم ادخل في وسط اللعيبه دي
على الاقل معايا ثلاث لعيبه حتى يشارك منهم واحد او اثنين في كل مباراه. ده مش هيقلل من قوه النادي. الفرق المتنافسه الثلاثه على القمه شايف مين افضل حال دلوقتي؟ بيراميدز، الزمالك، الاهلي. بيراميدز. هقول لك ليه بيراميدز. بيراميدز لان عنده السكواد بتاعه كويس قوي، عنده صح. عنده فرقتين هايلين صح. مش مجهد. ما عندهوش ضغوطات الاهلي والزمالك جماهيري. ودي مهمه جدا جدا جدا. ما حدش ضغطه، ما عندوش جماهير بت يعني لما ما بيكسبش ماتش بتضغطه، فبالتالي هو مرتاح. بس من ناحيه تانية انه الاهلي والزمالك مكسب جماهيرهم، مكسب طبعاً دافع مكسب. بس انت اللعيبه تعبانه، والجمهور عايز بطوله، من حق الجمهور انه ياخد بطوله صح. فبالتالي لما بيجي اللعيب بيغلب بينتقده. فاللعيب، في لعيب يستحمل الانتقاد وفي لعيب ما يستحملش، ما تلاقوش شيء. في لعيبه في الملعب مش عارف تلعب صح. لان مش قادر تستحمل النقد بتاع الجمهور. الناحيه الثانيه ما فيش الكلام ده. حتى لو اللعيب غلط الناحيه الثانيه ما فيش اي كلام. يعني الجمهور عامل مؤثر ايجابي جدا، لكن لما بتخش في الضغوطات وانت تعبان، اللعيب اللي ما عندوش شخصيه وما عندوش اتزان في التعامل مع المواقف اللي زي دي بيقع منك صحيح. فعشان كده بنقول ان بيراميدز ما عندوش ضغوطات، عنده لعيبه كويسه جدا، عنده فرقتين. ايه رايك انت فاكر ماتش بيراميدز النهارده؟ شفت شفت منه جزء كده يعني مش كتير. لا عبد الله لعيب كبير ما فيش كلام، يعني احنا مهما نتكلم عبد الله من اميز اللعيبه اللي جت في المكان بتاعه واللي بيأديه وبيقدمه في لحد السن ده. لا يعني عبد الله ما فيش اختلاف عليه طبعا، يعني عمل اسيست حلو قوي النهارده رمضان صبحي. عبد الله من اللعيبه اللي عندها رؤيه ودايما لعبه، بص من الاخر كده، لعبه تجاري، لعبه ايجابي. يعني عارف ايه اللعب الايجابي؟ اللعب المثمر اللي يوصلك للجون صح. لو مش هيوصل لعيب للجون هيشوط، لو صح. مش هيشوط هتلاقيه بيعمل واحده بينيه. فلا عبد الله طبعا لعيب كبير، والا ما كانش لعب في النادي الاهلي فتره طويله ولعب منتخب مصر. ف ما فيش كلام، عندهم فرقه تقيله وعنده نص ملعب هايل وعنده مهاجمين يغير زي ما يغير، كلهم افضل عنده من بعض. اثنين لعيبه في النص، منهم واحد ما لعبش النهارده اللي هو وليد الكارتي. وليد الكارتي ابراهيم توريه، ابراهيم بلاتي توريه ده حكايه لو حضرتك بتابعه. اللاعب الكيني بتابعه ده. انا لما كنت بتفرج على الامم الافريقيه الاخيره في الكاميرون، كان انا كنت معجب بيه جدا، بقول اللعيب ده بيلعب فين، بدور عليه انا صح. بتفرج على الفرقه دي عشانه. كان كمان في منتخب بوركينا صح، اللعيب هو المعلم بتاع الفرقه صح. يعني حتى هو لحد دلوقتي شوف اللي بيقدمه مع بيراميدز وعنده اكتر من كده. فانا فوجئت بصراحه لما بيراميدز خده، فانا يعني قلت بصراحه العين اللي جابته او خلصوه بسرعه حاجه. صفقه انتقال حر كمان، انا سمعت ببلاش يعني. لا 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 لعيب كبير. احنا بص النادي الاهلي محتاج النوعيه دي. ايوه انا محتاج لعيب زي ده في النادي الاهلي، لعيب يكون لعيب بصير ولعيب عنده بص اليو ديانج لعيب كويس قوي وهايل مع النادي الاهلي، بس انا حاسه برضو الفتره دي يعني مش اليو ديانج، وان كان النهارده هو اللي شايل نص الملعب، هو اللي سجل هدف الفوز. لا وشايل نص الملعب بصرف النظر عن الهدف، هو اللي شايل نص الملعب. النادي الاهلي محتاج يجيب مهاجمين ويجيب لعيبه افارقه او محترفين بنوعيه مختلفه، بقى نختلف عن الاول شويه صح. لازم اجيب لعيب يكون بيقدر يعمل لي 8 و10. مين من المحترفين اللي في الاهلي دلوقتي تحب ان هو يكمل مع الاهلي الموسم اللي جاي؟ محترفين الاهلي والله انا بقول لك ايه، اقولهم لك ولا فاكرهم؟ لا طب قول لي. انا فاكرهم طبعا، انا فاكرهم بيرسي تاو، علي ديانج، علي معلول، وبدر منهم ماشي خلاص. لا انا عايز اليو ديانج يبقى موجود، لان اليو ديانج من اللعيبه الكويسين جدا مع النادي الاهلي، الحته دي بيلعبها كويس قوي. بس عايز حد يعني ايه الفتره دي، يمكن السوليه طبعا يعني ربنا يشفيه، وحمدي فتحي، عايز لعيب كوره قدامه يكون لعيب شرس شويه وايجابي. يعني يشيل مع قفشه شويه. ما يبقاش قفشه لوحده. علي معلول اتمنى ان يكون الفتره دي الاجهاد والتعب هو اللي مأثر عليه، يعني ما يكونش الكيرف بتاعه بينزل. لان الكيرف نزل شويه عند علي معلول. اما بيرستا وميكيسوني انا شايف ان يعني خلاص لازم نجيب حد مكانهم، يعني وجهة نظري. حتى استمراريتهم في الملعب مش كتيرة، إيجابيتهم على المرمى ما يعني مش كتيرة، باستثناء بيرستا وشوية. لا يعني شايف ان الأهلي يستحق لعيبة أفضل من كده. مباراة الزمالك وفيوتشر بكرة شايفها ازاي؟ لا مباراة صعبة جدا، صعبة جدا، خاصة ان فريق الزمالك يعني ماشي كويس أول فترة دي، وعنده نشوة الانتصارات
وأداؤه كويس يعني تحسن كمان بعد مباراة الأهلي بقى أفضل، لكن هو هيواجه فرقة عندها خبرات وفرقة كويسة جدا، فرقة صح. مش هتبكى على حاجة، فرقة عايزة تعمل يعني لنفسها برضو نتيجة إيجابية، خاصة إن المباراة الأولى لفيوتشر مع الأهلي، الأهلي يعني عمل مباراة كبيرة جدا عليهم. أعتقد إن المباراة دي بكرة يعني هيبقى فيها كلام كتير قوي قوي. والزمالك يعني انا بحييهم في حاجه، بحيي المدرب ان هو جريء في ان هو ادى اللعيبه كتير من الناشئين، بحييه جدا صح، وبيديهم في اوقات كويسه قوي صح، ومش قلقان، مديهم ثقه واداهم ثقه صح، وبقوا لعيبه مؤثرين في الزمالك صحيح. انا بحب المدرب الجريء، وانا من المدربين عامه في شغلي بحب يبقى عندي فرقتين مش فرقه واحده، ما اعتمدش على العيب، يبقى النجم عندي المنظومه. الزمالك دلوقتي بقى النجم عنده التيم، رغم ان هو ما عندوش نص ملعب، بيلعب بامام عاشور بس هو اللي يعتبر الديفندر اللي بيلعب، لكن الزمالك برضو هيتاثر ببن شرقي، هيتاثر جامد، لان بن شرقي كان هو العقل المفكر في الجزء الامامي، هو محور خطوره نادي الزمالك هو زيزو. هنشوف الفتره الجايه الزمالك هيبقى شكله ايه من غير بن شرقي، دي هيبينها المباراه الكبيره زي مباراه بكره. عايز تتوقع ولا مش عايز تتوقع تاني؟ في الزمالك وفيوتشر؟ لا مباراه كبيره طبعا، مباراه صعبه، خلي بالك صعبه على الفرقتين صح. يعني على الزمالك صعبه اكتر صحيح، اكتر من فيوتشر، لان الزمالك مطالب ان هو يكسب المباراه، فيوتشر هيبقى اهدى. فيوتشر يعني دوافعه مش زي الزمالك، بس هدوء فيوتشر وخبره لعيبه فيوتشر برضو، عنده لعيبه كويسه قوي يعني، لو انت قست الفرقتين يعني في الوقت الحالي كخبرات فيوتشر اكتر. فيوتشر فيها لعيبه لعبت اهلي كتير وزمالك، وعندهم لعيبه لعبت منتخب صح. فبالتالي لا انا شايف المباراه هتبقى قويه جدا. طبعا مباراه هتبين برضو الشكل، هتقرب طبعًا. بالشكل شويه طبعا. كابتن احمد دايما بتشرف ودايما بتنور، دايما بستمتع جدا بتواجدك معانا، بشكرك شكرا جزيلا حبيبي، شرفت بيك كابتن كبير، كابتن احمد كوشري. لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل، يكون معايا محمد جمال ومحمد عبد الوهاب، كلام محلي وكلام اوروبي، خليكم معانا لسه مكملين. اهلا بحضراتكم مره اخرى، شرفني ونورني في هذه الفقره الاصدقاء الاعزاء محمد جمال ومحمد عبد الوهاب، نتكلم معاهم في كثير من الامور المحليه وايضا العالميه. محمد مشرف النور، اخبارك ايه؟ كله بخير حبيبي، مشرف النور العالي، اخبارك ايه؟ كله كويس الحمد لله، كله تمام. نبدا من عند الاهلي. طب اللي حصل النهارده النتيجه فوز، النتيجه المفروض تسعد الجماهير، وانت بتنافس على صداره الدوري 3 نقاط في منتهى الاهميه في كل الاحوال طبعا. بس الناس، انا بقلب كده على تويتر واشوف الدوري، مش محتاج اقلب كمان يعني، بنتفرج على المباراه تفهم انه الناس مش تبقى راضيه. طبيعي اللي بيحصل دلوقتي، المردود اللي بيقدمه النادي الاهلي، الحاله اللي عليها الفريق، كل اللي بيحصل ده طبيعي. التشالنج الاكبر بالنسبه للاهلي هو المكسب. التشالنج الاكبر بالنسبه للاهلي هو انه ما يصابش منه عدد لاعبين اكتر من العدد اللي اوريدي دخل المستشفى. الاداء والمردود غير مرضي طبعا، في مشاكل كتير فنيه جوه الفرقه طبعا، لكن خلينا ارجع بيك حلقتين لورا كده، اول ما الراجل ده جه كريم واتكلمنا عليه هنا، قلت لك الهاجس الاكبر اللي هيواجه الراجل ده هو الجاهزيه البدنيه. الناس بتتخيل ان كلمه الارهاق والجاهزيه البدنيه هما الاثنين مرادفين لنفس المعنى، وده غير حقيقي. الحاله العامه البدنيه للفرقه كلها سيئه. حط على ده ان في ناس حالتهم أسوأ، اللي هي اللعيبه المجهده اللي لعبت عدد مباريات كتير. لكن ما اعيب على ريكاردو سواريش النهارده في المؤتمر الصحفي انه يقول الكلام ده للعيبته على العلن. ايوه انا هنا بدي اللعيبه شماعه، بدي اللعيبه عذر صح. انا طبيعي طبيعي ان انا اتكلم ان احنا بنشتغل، الوقت ضيق، كل الكلام ده ما عنديش مشكله لانها حقيقه، لكن عندي مشكله في ان هو بيدي بعض المبررات. لكن في ظل هذه الحاله البدنيه، بعيد نفس الكلام اللي قلته يوم ما الراجل ده جه، في ظل الحاله البدنيه لفرقه النادي الاهلي، ما بتكلمش على اللعيبه المجهده بس، في ظل الحاله البدنيه لفرقه النادي الاهلي بالكامل، هو احمد عبد القادر مجهد في ايه؟ احمد عبد القادر ما لعبش دوري، احمد عبد القادر ما خدش عدد الماتشات اللي خدها لعيبه كتير صح. لان الخط الامامي فيه لعيبه كتير لعبت فيه. طب ايه الحاله البدنيه اللي على احمد عبد القادر؟ هل ده بسبب الاجهاد؟ لا لا مش احمد الحاله، لا انا بتكلم على احمد عبد القادر، بضرب بيه مثال انه لاعب من اللعيبه المؤثره
لكنه لم يتم إجهاده علشان بس أنا بفرق ما بين المصطلحين الجاهزية البدنية والإجهاد الشديد نتيجة توالي المباريات. الإجهاد الشديد نتيجة توالي المباريات ده كاتيجوري أو مجموعة من اللاعبين. صح. إنما أنا بقولك الحالة البدنية العامة للفرقة مش النهاردة، شهرين ثلاثة اللي فاتوا سيئة جدا جدا، والحالة اللي فيها ريكاردو سواريش والضغط اللي اتعمل عليه بعد خسارتين مهمين جدا قدام بيراميدز في الدوري وقدام الزمالك وخسارته الكاس خليته لجأ لسيستم لعب. لما نيجي نتكلم بقى ايه اللي حصل في الماتش تفصيلا اقول لك هو ايه سبب الشكل اللي بيلعب بيه ريكاردو سواريش النهارده. رايك يا هوب اللي حصل النهارده؟ كلام جميل مظبوط جدا. انا هاخد حته من اللي قالها ونقارنها بمؤتمر صحفي لفريرا في حته اختلاق الاعذار. لو حد ممكن يختلق الاعذار في الفتره اللي فاتت دي فهو اكيد جوزوالدو فريرا. جوزوالدو فريرا في مؤتمر صحفي سأل الصحفيين الموجودين مين بطل الدوري وكررها أكتر من مرة لحد ما كأنه سمح. فكانت رسالة مبطنة للعبته أن احنا أبطال الدوري وأن احنا بنحافظ على اللقب بتاعنا رغم الغيابات. فدي كانت نقطة مهمة جدا من جمال أن هو يبرزها أن مش مطلوب دلوقتي أن أنا أخلق أعذار وان انا ادي شماعه للاداء اللي مش على المستوى. طيب في شويه اسئله وفي حاجات متكرره من اول مباراه بيراميدز اللي ظهر فيها شويه مشاكل دفاعيه بالنسبه للاهلي وكمان ليها دعوه بالشخصيه. هي تكرار المشاكل الدفاعيه في الاهلي في المساحه ما بين المساكين والاظهره سواء اليمين او الشمال، خصوصا كمان الشمال مع وجود علي معلول بالإجهاد البدني لعلي معلول. الموضوع ده لغاية دلوقتي ما تحلش سواء بخطة أربعة في خط الدفاع أو ثلاثة. الكور الثابتة اللي على الأهلي وشوفنا في مباراة الزمالك أن الونش وحسام عبد المجيد كانوا بيقدروا أن هم يستحوذوا على الكور الثابتة اللي كانت بتتلعب على دفاع الأهلي، والنهاردة كمان في مباراة مصر المقاصة والكورتين اللي دخل منهم أهداف وتحسبوا أوفسايد. في قرارات الفرديه بقى بالنسبه للعيب، يعني في دي انا مش حاسس ان هي ليها دعوه بسوارش قوي. في قرارات فرديه غريبه جدا، في بحس ان عرضيات بتتلعب بدون هدف بدون تركيز، العرضيات بتتلعب وخلاص، ان محاولات المراوغه بتتعمل وخلاص، وخصوصا مثلا ممكن مع احمد عبد القادر او احتفاظ بالكره كتير. في قرارات فرديه ما شفناش ان في تعديل فيها، ما شفناش ان في لعب السهل خصوصا كمان في الوقت الصعب ده. اللعيبه الشباب برضو الروح واثبات ذاتهم وهم بياخدوا الفرصه دي ما كناش بنشوف الموضوع ده من اللعيبه الشباب بتاعه الاهلي في الاوقات الصعبه او اللي بيتم الاعتماد عليهم، بيبقى في شخصيه اكتر من كده ما شفناهاش. برضو في تناقض في الخطه ان 4-2-3-1 اتغيرت 4-3-3 في مباراه الزمالك وبعدها ثبت 3-4-3. طب انت بتلعب 3-4-3 قدام فريق اقل منك فنيا، طب ما ترجع تاني للشخصيه بتاعتك وللضغط بتاعك. طبعا الاجهاد البدني مؤثر، بس تغيير الخطط الكتير رغم ان المنافس ممكن ما يكونش يعني محتاج ان انت تلعب بالخطه دي بخطه الثلاثه في خط الدفاع. ففي شويه اسئله كتير قوي ليها دعوه بالقرارات بتاعه اللعيبه، ليها دعوه بالاخطاء المتكرره، ليها دعوه بالتناقض الفني لريكاردو سواريش في اخر ثلاث او اربع مباريات. قلت لي بقى هتكلم تفصيلا عن امور فنيه. انا ارجع لازم اعترض على نقطه بتاعه تغيير الفورميشن. لما اجي اغير فورميشن انا بيبقى عندي اسباب. ريكاردو سواريش ما لعبش عمره في مسيرته مسيرته الصغيره في الدوري البرتغالي، هتكلم على الدوري الممتاز الاربع سنين اللي لعبهم او الخمس سنين الخمس مواسم اللي لعبهم في الدوري البرتغالي ما لعبش ابدا 3-4-3. الراجل ده بيعتمد على 4-2-3-1 و4-4-2 باسلوب الهاي بريس وشرحناه هنا تفصيلا في حلقه سابقه. طب ليه الراجل لجأ ل 3-4-3؟ هل لمجرد علاج بعض الاخطاء؟ خالص. الراجل بيحاول تقليل مساحات الجري، الراجل بيعتمد على اي شكل في الملعب يمكن من خلاله إراحة بعض اللاعبين اللي تم استنفاذهم بدنيا بشكل لا يمكن معاه بأي طريقة تانية أن اللعبة دي تشترك. يعني لو كلمت على علي معلول لا يمكن أن علي معلول يلعب أي مباراة في الوقت الحالي إلا بالثلاثة أربعة ثلاثة عشان أديله شوية الحرية أنه مساحة الجري. لأنه خلي بالك الفول باكس أو الأظهرة تحديدا هم أكتر لعيبة في الملعب
بيقطعوا مسافات طولية. ليه؟ لأنه بيقطعها مرة وهو رايح ومرة وهو جاي، فدايما بيعمل دابلينج أو مضاعفة للمجهود بتاعه البدني. عدد الكيلومترات اللي بتتقطع كلها، وكلها معتمدة على شورت سبرينت أو لونج سبرينت، لو أنا بعتمد على جري طول الوقت أو أنا ضاغط الفريق اللي قدامي طول الوقت. إذن الراجل لجأ ل 3 4 3 لعلاج المشاكل البدنية. الهاجس الأكبر أمام ريكاردو سواريش هو المشاكل البدنية. طب تعالى بقى نشوف إيه اللي حصل النهاردة. ليه النادي الاهلي النهارده كان عنده حاجتين الناس كلها اتكلمت عليهم؟ ليه بتلعب لونج باس كتير؟ ليه بتعتمد على كروسز كتير؟ لما تيجي تتكلم ليه بيعمل لونج باس؟ لنفس السبب. هو عاوز انه بدل ما اللعيبه تتحرك بالكوره وقت طويل، لا، هو عاوز يشتغل معظم الوقت على التحضير وبعدين يحط اللونج باس بعد التحرك. عشان كده عمل اللونج باسز او الكرات الطوليه كتير جدا النهارده. ابتدى يعملها في الشوط الثاني من مباراه الزمالك، بيعتمد برضو على اللونج باس اللي بيتعمل في العمق او دايما في السبيس اللي في ظهر الاظهره، سواء في ناحيه الشمال او في ناحيه اليمين. فهو ليه لجأ للكرات الطوليه؟ لجأ للكرات الطوليه عشان يختصر المسافات ويقلل المجهود البدني من خلال تقليل المساحات المقطوعه من معظم اللاعبين في الملعب. دي النقطه الاولانيه والملاحظه السلبيه الاولى على ريكاردو سواريش النهارده. النقطه الثانيه، لما يكون عندي 26 كروس النهارده منهم خمسه بس ناجحين من الاوبن بلاي او اللعب المفتوح، كره واحده النهارده كروس واحد بس اللي عدى. كروس من مين؟ من ايمن اشرف. كروس واحد منين؟ من الظهير الثالث، مش من الاثنين فول باكس او الاثنين وينجرز اللي موجودين. الوينجرز كده كده بيلعبوا انسايد، فبنتكلم على الفول باكس سواء محمود وحيد او كريم فؤاد. هنا انت امام مشكله كواليتي. انت رحت لمناطق اللي تقدر تعمل منها الكروس او الايرلي كروس او الاند لاين كروس وعملت الكروسات. 26 كروس عدد كافي جدا، لكن الدقه، التوقيت، اختيار التوقيت المثالي ان انا اعمل الكروس، القرار بتاع اللاعب نفسه، دي مشكله كواليتي. صح. مش مشكله مدير فني. دي مشكله كواليتي في العناصر اللي موجوده. طيب نقطه ايجابيه، خلينا نبص لها بقى من الناحيه الايجابيه. يعني مش هنقول كله سلبي 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 سلبي. الراجل احنا بنقول ان هو في ظروف صعبه جدا ريكاردو سواريش. الكرات الثابته في النادي الاهلي، الكرات الثابته في باتر بيحصل بقاله 3 مباريات. صح. بيستغل فيه رامي ربيعه تحديدا انه بيقطع دايما على القريبه. نفس الباتر بيتواجد 4 لاعبين في سمول اريا، وده اللي بيسموه الكراودنس. انت بتعمل زحمه وبعدين في كل لاعب واخد تعليمات انه يتحرك في اتجاه معين. ويعتمد دايما على القطع بتاع رامي ربيعه او قبل كده كان محمد عبد المنعم. صح. انه بيقطع دايما على العارضه القريبه، والدليل النهارده 7 كروسات الاهلي خد منهم 4. برسنتج ممتازه في الكرات الثابته. لما عندك كور ثابته تعمل 7 في مباراه تاخد منهم 4، دي نسبه ممتازه. فده معناه، وهو في المؤتمر الصحفي جاوب على ده، قال لك انا بالكثير بشتغل على الكرات الثابته والست بيسز والست بلاي في الاوقات المتوفره بالنسبه لي بعد ما بخلص الريكفري او الاستشفاء اللي هو بعد اول يوم بعد المباراه. وهو ضرب امثله بالفترات الزمنيه ما بين كل مباراه والثانيه. اذا حتى السلبيات اللي لا زال بيعاني منها الاهلي، ريكاردو سواريش واجباره لنفسه على 3 4 3 هيظل يعاني منها النادي الاهلي، ويبقى اختلاف بقى المردود او النتيجه متوقف على شيء واحد، القرارات الفرديه والحاله الفرديه لبعض اللاعبين في الملعب. القرارات الفرديه لبعض اللاعبين، لكن ان انت تنتظر جمل من لعب مفتوح تتم خلال الفترات اللي جايه صعب جدا جدا جدا، والفاصل بين المباراه والاخرى 3 ايام. طيب احنا لسه مكملين مع حضراتكم هذا الحوار الممتع جدا مع محمد جمال ومحمد عبد الوهاب. بعد الفاصل هنتكلم في حاجات مهمه جدا، ترانسفير ماركت، سوق الانتقالات العالمي اللي بيحصل فيه تحديدا في الدوري الانجليزي ودوريات كبرى اخرى، نتكلم فيها مع هوبا ومحمد جمال. خليكم معنا بعد الفاصل، نواصل ان شاء الله. يا أنا بحضراتكم مرة أخرى. الفقرة دي بقى عن سوق الانتقالات في أوروبا، اللي بيحصل، مين اللي راح ومين اللي مشي من فرقته، الصفقات الكبيرة اللي اتعملت، مين أكتر الأندية اللي استفادت من سوق الانتقالات في الصيف ده. ده مع هوبا دلوقتي، كلمنا عنه أيضا مع جيمي. هوبا، نبدأ بالدوري الإنجليزي؟ تمام. نبدأ بالدوري الإنجليزي أكيد. مين أكتر الأندية اللي لفتت نظرك في الدوري الإنجليزي في حركة سوق الانتقالات؟ بدون جدال توتنهام. توتنهام، كأن دانيال ليفي مالك توتنهام وباراتيتشي المدير الرياضي، يعني بيفرغوا حجج كونتي
في إداراته للأندية في الموسم الثاني لما يبقى في مشاركة أوروبية ولما يبقى في مشاركة في كاسين غير الدوري. خد بقى يا باشا عندك. كونتي معروف عنه ان هو دايما كان بيشتكي وده اللي باين الموضوع شويه في اليوفنتوس ان هو بيقول انا ما ينفعش اقعد في مطعم فاخر جدا وانا معايا 10 يورو صح. فبالتالي كان طلباته اوامر. جابوا له مين كونتي عامل فرقه قويه جدا وتنفع للروتيشن وهو قال كده يعني لدرجه ان هو جايب نجم ايفرتون واحد من افضل اللعيبه في الدوري الانجليزي ريتشارلسون جايبه عشان الروتيشن. هو معاه طبعا هيميسون معاه كولوزوفسكي اللي عمل نص تاني من الموسم رائع مع توتنهام جاب معاهم ريتشارلسون عشان يحصل عمليه المداوره. جه يعني سبنسر من ميدلزبرا باك يمين بيريسيتش صفقه مهمه قوي في خطة ثلاثة وينج باك مثبت جدا ولعب معاه طبعا في انتر فريزر فورستر حارس مرمى احتياطي لونجلي مدافع بيدعم بيه برضو خط دفاعه لونجلي مدافع برشلونة من برشلونة طبعا المدافع الفرنسي وجاء على سبيل الإعارة ويوفيس بسوما واحد من أفضل اللعيبة رقم 6 اللي موجودين في الدوري الإنجليزي من برايتون ففرقة تعتبر فرقة كاملة جاهزة للمدورة. كونتي ما عندوش اي حجج ان هو يوصل بتوتنهام بعيد في الدوري ابطال اوروبا وان هو ينافس حتى لو من بعيد على الدوري الانجليزي. طبعا شخصيه توتنهام للاسف في فترات كتيره ولما كان في المنافسه مع ليستر من حوالي 4 أو 5 سنين في الاخر برضو بتفرق تفاصيل بس هم عندهم الخبرات الكافيه ان هم يقدروا ينافسوا على الدوري مع مدرب حصل على الدوري قبل كده. انا بديهم تقييم احنا عاملين بقى تقييمات كده لكل سوق الانتقالات للفرق الكبيره يعني انا شايف ان هم وصلوا ل 8 من 10 ده بناء على نهوا ازاي الموسم وبداوا ازاي الموسم الجديد فاضل لهم بس مهاجم بديل لهاري كين. حلو قوي ارسنال لا انا بنروح لارسنال خليني بقول لك كده في الدقيقه انا عارف طبعا الوقت ضيق فخليني اقول لك اكتر ما لفت انتباهي في سوق الانتقالات لعبه القط والفار اللي ما بين برشلونه وتشيلسي واحده من اغرب اسوأ الانتقالات اللي تحصل في التاريخ. تشيلسي كان عايز يجدد لروديجر وكريستيانسن فبرشلونه يقنع كريستيانسن انه ما يروحش وبعدين كريستيانسن يروح برشلونه فتشيلسي يبتدي يستهدف بعد ما جاب ستيرلينج انه يجيب رافينيا وخلاص كان اوشك ان هو يخلص مع ليدز وياخد رافينيا فبرشلونه ياخد رافينيا من تشيلسي. قبل ما يجيب رافينيا كان ابتدوا بعد عدم تاقلم لوكاكو مع تشيلسي عايزين يجيبوا مهاجم فدخلوا في صفقه ليفاندوفسكي لكن قدر برشلونه انه ياخد ليفاندوفسكي من تشيلسي وكان سوق الانتقالات هما بين تشيلسي وبرشلونه بس ما تنساش كوندي بس اللي عايش لسه ده جاي لك لسه رايح لك لسه رايح لك لكوندي فكوندي بعد ما كانت خلاص كل حتى حساب تشيلسي النطق بالاسبانيه كان ابتدى يتكلم ان كوندي خلاص هو في طريقه هيركب الطياره ويروح على تشيلسي يروح برده برشلونه ايفن حتى سيزار اسبلكويتا اللعيب اعتقد ان برشلونه هينهي بيه. هكمل بقى ارسنال مع هوبا. طيب روح ليه بروح. عشان نلحق الدقيقتين دول وهوبا كاتب حاجات كتير قوي سريعا. ارسنال 6 من 10 محتاجين خط نص مدافع بشكل اساسي. جابوا جابرييل جيسس صفقه كويسه بعد رحيله كازيت جابوا فابيو فيريرا خط نص مهاجم من بورتو وزينتشينكو باك شمال واصلين ان هم 11 لعيب كويسين ما عندهمش دبث في التشكيله بتاعتهم ولا دكه بدلاء. مانشستر يونايتد 5 من 10 محتاجين كتير خصوصا ان كريستيانو رونالدو كل التاكيدات من الصحفيين الموثوقين ان كريستيانو رونالدو بيطلب الرحيل بشكل مستمر فهم محتاجين مهاجم اساسي ومهاجم بديل لان مارسيال مش من اللعيبه اللي ممكن تكمل الموسم بيه ومحتاجين مدافع طبعا مع تذبذب مستوى هاري ماجواير واصابات فاران خط نص وبيطردوا طبعا ديونج لكن الموضوع صعب شويه. جابوا ليساندرو مارتينيز مدافع من اياكس تيري مالاسيا باك شمال من فاينر واريكسن خط نص مهاجم من برنتفورد وطبعا واضح اللوبي الهولندي اللي عامله تنهاج في مانشستر يونايتد. تحب تقول ليفربول؟ ليفربول بنتكلم على دارون نونيز اكبر رقم الدفع في الميركاتو الحالي وكارافاليو بعيب اللي جاي من فولهام اتنين لعيبه الراجل رمم بيهم بعض شوفوا بعض رحيل ساديو ماني اعتقد انه ليفربول عمل وخد من الميركاتو اللي هو عايزه يمكن ينقصوا بعض المراكز يمكن كان محتاج لعيب تاني في قلب الدفاع لكن اعتقد انه كلوب حتى في تصريحاته اول امس انه لن نتعاقد مع اي لاعبين الا لو حصلت طمه كبرى في الفريق. طيب
سيتي داخل ترانسفير ماركت بقوه وماتشات قديه مرعبه يعني بقوه غشيمة. هو مش ناقص اصلا اللعيبه اللي جابها دي كلها يعني انت فاهم. هو محتاج حاجه غشيمة. حاجه صغيره بس باك يمين او باك شمال يعني لو باك يمين يبقى كانسيلو هيلعب شمال ويجي هو يلعب باك يمين لان ووكر طبعا تقدم بيه العمر واصاباته كتير. هالاند طبعا جوليان الفاريز هيبقى بديل لهالاند وواضح ان بقى هيبقى فيه اقتناع لبيب جوارديولا فكره رقم 9 ببديله. كالفين فيليبس طبعا نجم خط نص منتخب انجلترا وليدز بالمناسبه خلي هالاند صانع العاب في الاخر او العيال اللي يقصد لا 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 بالماتشات الوديه من الماتشات الوديه يعني بايرن قدامهم قلب فرقه متوسطه المستوى كريسيس كان رايت وينج اورتيجا حارس مرمى بديل طبعا من أرمينيا بيلفيد في ألمانيا. تشيلسي 6/10 محتاجين طقم مدافعين طقم كامل سواء جاب 2 لعيبة تقال قوي طبعا كوليبالي محتاج 2 كمان الكلام على كيمبامبي من باريس سان جيرمان والكلام ان هم هيرجعوا للمفاوضات مع انتر عشان ميليان سكرينير واحد من أفضل المدافعين الموجودين في إيطاليا. اليوفي يوفنتوس كان 7 بس بوجبا اتصاب واحتمال يكمل لغايه اخر الموسم ما يلحقش كاس العالم في اول او ثاني مباراه ليه مع اليوفنتوس. اتصاب ما بعد مباراه جوادالاخارا وقبل مباراه برشلونه. يوفنتوس محتاج باك شمال لان الكساندرو كان عامل عرض مع ديمبيلي في مباراه 2-2 مع اليوفنتوس وبرشلونه كان عامل عرض يعني هو تقريبا ديمبيلي متفق معاه ان هو يصيطه يعني للاسف فاضل لي دقيقه طيب نخش على ميدو برشلونه 6/10 انتر ميلان 5/10 محتاج جناح وخط نص واسبانيا وريال مدريد طيب اسبانيا برشلونه 8/10 بيكون فرقه بالاحتياطي بتاعها بالصف الثاني باك يمين وشمال محتاجينهم بشكل ضروري. جوردي البا وسيرجيو روبرتو مش اللي يعتمد عليهم معاهم دست جابوا رافينيا ليفاندوفسكي كريستنسن وكيسي انتقال حر من ميلان جامد قوي جدا بس كان قليل شويه واضح ان هو مش هيبقى بنفس المستوى غير لازم يتدرج في مستوى ريال مدريد 7/10 فرقه واخده تشامبيونز ليج كده كده لو ما جابوش لعيبه لمده 10 سنين برضو ليهم حظوظ في تشامبيونز ليج محتاجين جناح ايمن ظهري. يبقى مع طبعا فينيسيو جونيور باكين يمين وشمال مع كارفاخال اورديازولا لعيب كويس قوي رجع لهم من الاعاره من فيرنتينا ممكن يدعم الجزء ده. طبعا جابوا تشاميني خط نص مدافع من موناكو وروديجر من تشيلسي 9/10 تقريبا علامه كامله هو بايرن ميونخ افضل سوق انتقالات موجود في اوروبا. ساديو ماني نصير مزراوي باك يمين من اياكس دي ليخت من اليوفنتوس وريان جرافنبرج من اياكس فرقه كامله جدا فاضل لهم وده الاهم بقى بديل ليفاندوفسكي مهاجم وباريس سان جيرمان ما عملش صفقات بالكبر قوي مع كامبوس طبعا المدير الرياضي الجديد بس متوقع ان باريس سان جيرمان متاخرا يعني في سوق الانتقالات ان هو يخش بقوه. روبان شرفت ونورت بنورك ربنا يخليك كريم شكرا جزيلا وشكرا على الحاجات الحلوه العظيمه دي جيمي كالعاده ممتع ورائع جدا شكرا جزيلا.